اهلا بيكم، حلقه جديده من الكابتن. طبعا اكيد الكل بيتساءل عن موقف نادي الزمالك، وحتى الان ما زال موقف نادي الزمالك كما هو. نادي الزمالك حتى الان لن يلعب المباراه او مباراه القمه يوم الثلاثاء. طيب خلينا نروح لنادي الزمالك وهنتكلم عنه، ولكن يمكن انا نوهت في فيديو كده يمكن قصير كده ليا على تواصل، طبعا التواصل الاجتماعي سواء بقى فيسبوك او انستجرام او كل الحاجات اللي موجوده عندي، ان انا النهارده هحكي عن قصه امام عاشور وعبد الله طبعا اللي هو مشرف الامن في احد المولات. خليني وانا بتكلم هتكلم في جزئيه للامانه، لنا مع امام اخطا يتعاقب. عبد الله قال كلام امبارح يمكن سبب ان انا هتكلم في هذا الموضوع، يمكن مداخله عبد الله مع طبعا الزميل عمرو اديب بالامس. والموضوع خليني احكيه كده من البدايه، يمكن المول اللي حصل فيه المشاده وكل الناس شافت القصه وعرفت الموضوع، واني طبعا زوجه امام كان تم معاكستها، وبالتالي امام راح علشان يشوف اللي حصل ايه، وحصل طبعا الخلافات اللي حصلت كلها وشفنا المشاكل اللي حصلت واللي كانت ما بين الجميع. ليه انا تدخلت في الموضوع؟ لان يمكن ده احد الاماكن اللي انا بتواجد فيه على طول بصفه دايمه يعني. فتواصلوا معايا الناس بتوع الامن هناك او الراجل المسؤول العقيد اسلام تواصل معايا وحكى لي القصه وحكى لي الموضوع وقال لي ان احنا حابين نهدي الاجواء ونحل القصه. قلت له خلاص انا تمام هحل القصه. يمكن انا ما اتكلمتش في الموضوع ده امبارح لان كان نفسي ان الموضوع ينتهي بشكل ودي ونحفظ كرامه عبد الله او يعني نخلي عبد الله ياخد حقه بشكل طبعا يعني يحفظ كرامته وكده. انما يمكن مداخله امبارح خلتني ان لا، طالما الموضوع كده وان عبد الله دخل واتكلم كدور الضحيه، وهو طبعا اكيد زي ما قلت اني انا ضد اي اعتداء على اي حد، لان احنا هنا في دوله قانون ومن حق كل واحد ان هو ياخد حقه اكيد بالقانون. على فكره عبد الله راجل دايس حقوق، يعني هو راجل مشرف امن ولكن هو راجل دايس حقوق. اللي حصل ان الناس لما دخلوني في الموضوع فبدات ان انا اتكلم، الكلام ده من حوالي اكتر من 3 4 ايام، وحصل تواصل ما بيني وما بين عبد الله اللي هو مشرف الامن واتكلمت معاه. عبد الله موجود اكيد هيشوف الفيديو ده اكيد هيشوف في الحلقه وهيسمع. اي حاجه بقولها غلط من حقه ان هو يدخل ومن حقه ان هو يعلق او من حقه ان هو يدخل في اي قناه تاني ويقول ان انا ما بقولش ان انا بقول كلام في اي حاجه مغالطات او في اي حاجه كده. اللي حصل اني انا لما اتكلمت مع عبد الله وكان طبعا موجود العقيد اسلام، يمكن اداني ان انا تواصلت معاه اتكلمت معاه وعبد الله اللي يرضيك وانت، وحكى لي وزعلان وكابتن امام دخل وكان معاه ناس كتير وحصل نوع من انواع الاعتداء عليا والكلام ده وكده. قلت له طيب تمام مفيش اي مشكله خالص، يعني شوف حقك ايه الادبي اللي يرضيك واحنا نعمله لك علشان نلم الموضوع والموضوع ينتهي. قال لي خلاص تمام يا كابتن انا ما عنديش مشكله، يعني شوف انت عايز تعمل ايه والكلام ده وكده وانا تمام، بس انا في محاميين وكلموني واحنا والقصه والموضوع. قلت له طيب لو انت عايز تدخل في القصه دي خلاص، انما لو انت عايز الموضوع يتم ان احنا حقك يوصل لك ادبيا قول لي وانا تمام، انا اتواصل مع امام ونخلص القصه دي كلها. تمام خليني اشوف يا كابتن، انا في ميعاد مع مسؤول النادي الاهلي وبعدين اشوف انا هعمل ايه وكده. قلت له تمام عامه كده كده شوف انت ايه اللي يرضيك واحنا ايه نحاول نساعد في القصه. تواصلت مع امام واتكلمت معاه وهو بيقول ان طبعا انا ولما زوجتي كلمتني واني اتعكست وكده، فيمكن انا لما نزلت ما بقتش شايف مين قدامي ومين مش قدامي والكلام ده وكده. وحصل اني قلت له يا امام نخلص من القصه دي كلها، وكل واحد فينا بيتعلم وكل واحد فينا بيتعلم من خطأه، واذا حصل خطأ منك او انت اخطأت فهنا الراجل ليه حق ولازم الراجل ياخد حقه على الاقل حقه الادبي. بصراحه وبكل امانه امام تجاوب معايا وقال لي يا كابتن شوف اللي انت عايزه اللي هتقول لي عليه انا هعمله وانا هنفذه وما عنديش اي مشكله خالص. قلت له اول حاجه لازم نعملها ان الراجل ده نجيبه نقعد معاه ونرضيه وتعمل له فيديو اعتذار الناس كلها تشوفه زي ما حصل ان كان في بعض الاعتداءات
وان الناس كلها تشوفه، ان ده يعني تراضي الراجل وانتهى الموضوع على كده. واذا كان في بقى حاجه ماديه انك انت ترضي بيها، فدي قال لي هو بقى، هو في ناس تواصلت معايا ان هو عايز، مش هتكلم على ارقام فلوس ولا هتكلم على ايه الفلوس اللي اتطلبت يعني علشان مقابل التنازل وكده. قلت له طيب عامه خليني اتواصل مع راجل تاني، بما ان انت موافق اني انت تحل الموضوع وتعتذر للراجل وانك انت موافق على هذا الكلام، خلاص يبقى لازم نقعد قعده ونخلص الموضوع ده. قال لي اللي انت شايفه امام، قال لي اللي انت شايفه كابتن اعمله وانا معاك، وانا اجي اخلص الموضوع ده مفيش اي مشكله خالص، وان انا اعتذر للراجل. تواصلت تاني، وده كان تقريبا الكلام ده كان حوالي الساعه 3 بالليل او 3 ونص بالليل، وزي ما قلت تاني اي حد او عبد الله عايز يطلع يقول الكلام ده ما حصلش، يطلع يقول انه ما عنديش اي مشكله خالص، المكالمات موجودة والأرقام موجودة وكل حاجة موجودة. تواصلت مع عبد الله تاني، عبد الله احنا دلوقتي الوضع 1 2 3 4، إمام ما عندوش أي مشكلة خالص إن احنا نقعد وإن راجل يجي يرضيك، وإني يا كابتن وأصلي والموضوع وحصل. قلت له طيب شوف أنت حقك الأدبي، أنا قلت لك الراجل هيجي يعتذر لك والكلام ده وكده، وفي مقابل مادي أنا برضو اتكلمت مع إمام فيه ان ده يبقى كنوع من انواع التعويض، او انت طلبت. قال لي لا انا ما اتكلمتش في امور الماده. لا قلت له بس هو وصل له كده عامه يا سيدي، في مقابل مادي برضو احنا يعني ده تعويضا ليك والكلام ده وكده، وهديه يعني، او على سبيل ان يعني ان احنا يعني الراجل مثلا حس ان، انما الاهم الاهم هو التقدير الادبي ان امام يعتذر للراجل امام الجميع، ده كان الاهم بالنسبه لي. فاتكلمت معاه في الامور الماليه، فلقيته رد عليا بصراحه رد انا يعني حزنت. ليه؟ قال لي لا يا كابتن الرقم اللي انت بتتكلم فيه ده بعيد تماما، لا انا ده ما يتماشاش معايا خالص. فمن هنا بدات اني احس ان الموضوع، لا انت ما بتدورش على حقك الادبي، انت بتدور هنا على حق مادي. انت مش فارق لك بقى الموضوع اني انا عايز حق الادبي والاعتذار، لان انا شايف الاعتذار ده بملايين الدنيا كلها، ان انت بتاخد حقك وان الراجل بيطلع يعتذر لك والكلام ده كله. انما قصه اني انا اتفاجئت بصراحه من رد عبد الله، اني هو قال لي لا المبلغ اللي انت بتقوله ده بعيد تماما تماما، لا ما ده ما يناسبنيش يعني. فقلت له خلاص عامه شوف انت عايز ايه بالظبط، قول لي طلباتك، كده كده انا هتواصل مع امام واقول له طلباتك، ونشوف الوضع ونشوف القصه ونشوف الموضوع علشان ننهي هذا الموضوع. كلمت امام تاني وقلت له الوضع كذا كذا كذا، قال لي يا كابتن شوف انت هتوصل لايه، شوف اللي هو ايه اللي هيتم وتمام يعني نحل، بس يعني ما يبقاش الموضوع فيه ابتزاز وفيه 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 وهذا القبيل. كل ده كان في منتهى الهدوء. يمكن انا طلعت حاله امبارح ما اتكلمتش على الموضوع تماما تماما، لان كنا عايزين نحل الموضوع بمنتهى الهدوء وراجل ياخد حقه وما فيش اي مشكله خالص والموضوع يتحل بشكل ودي. انما فوجئت امبارح بمداخله لعبد الله مع عمرو اديب، وان هو طلع اتكلم بصراحه، وماشي ممكن يكون ليه حق، ولكن في حاجات لازم هنا يتم فيها التوضيح. اولا بعد الاعتداء من امام زي ما قالوا انه راجل اغمى عليه والكلام ده وكده، قال لك هو سابني ومشي. لا هو ما سابوش، هو ما سابكش ومشي، هو فضل موجود ودفع فلوس امام، او الشخص اللي مع امام ادى فلوس لعبد الله وقتها، مش هقول برضه ارقام كام، يمكن مش رقم كبير يعني حاجه كده بسيطه، انما هو قبل وقتها وخد الفلوس. وعلى فكره الكاميرات مصوره وهو بياخد الفلوس بعدها من صديق اللي كان موجود مع إمام. فهنا المبدأ لو أنت عايز تاخد حقك بالقانون، يبقى أنت ما كنتش قبلت في المول أنك أنت تاخد منه جزء من المال، وأنك أنت كنت مشيت في سكة القانون. لا أنا ما بتكلمش أنا لا أخد فلوس ولا أخد أي حاجة، أنا حقي هجيبه بالقانون، انا ما بتكلمش على قصه فلوس. ولكن هنا واضح ان في جزء انت قبلت انك انت تاخد فلوس وقتها، وبعد كده طلعت ورحت عملت محضر. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني يمكن هو اتكلم برضه في جزئيه
انا ودوله قانون، احنا فعلا في دوله قانون، وانا على فكره مش مع امام في تصرفاته، انا ضد اي حد في اي تجاوز، انما انا بتكلم على الحكايه اللي حصلت علشان الناس تبقى شايفه، ما يبقاش النهارده بيحصل نوع من انواع، عايز اقول ايه، تأجيج المشاعر، لان ده اللي حصل امبارح من عبد الله. هو متكلم جيد على فكره، وشفت انا المداخله، وقال ان مفيش حد فوق القانون، وان مش عشان هو لعب في النادي الاهلي، معرفش برضه ايه القصه، وان النادي الاهلي هيحميه، وان عشان هو لعب في المنتخب فهيبقى في حمايه ليه، ومفيش حد فوق القانون، ومفيش ومفيش ومفيش. طيب يا سيدي ماشي، انت عندك المبدأ ده انك انت هتمشي حقك قانوني، يبقى ما كانش يجب انك انت على الاقل يبقى في مساومات ماليه. فانا بقول من هنا ان يجب ان كان امبارح عبد الله وهو بيتكلم كان يتكلم اللي ليه واللي عليه، كان يقول اه حصل مفاوضات او حصل مساومات او حصل ان انا طلبت امور ماليه مني انا شخصيا، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي، لما انا عرضت عليه رقم اللي انا قلته له قال لي لا ده بعيد جدا يا كابتن اللي انت بتتكلم فيه عن اللي هو عايزه يعني، او اللي هو بيأمل فيه. فدي من ضمن الحاجات. دخل طبعا تفاصيل بقى زي ما قلنا اني لا وما فيش حد فوق القانون، ومش عشان هو لعيب في النادي الاهلي، ومش عشان هو مشهور، ومش عشان هو، وشفنا طبعا القصه اللي حصلت. انا بحكي الموضوع ليه؟ علشان احقاقا للحق في الاثنين. طالما انت طلعت واتكلمت يبقى كان لازم تتكلم على كل التفاصيل، وتتكلم تقول الحقيقه، اني انا اتعرض عليا مبلغ مالي، او انا طلبت، وان ده مش ده اللي يناسبني والكلام ده وكده. فكان يجب ان يقول كده. الحاجه الثانيه، استاذ عمرو اديب امبارح هو سمع منه، وراجل قال لك لا ما فيش حد فوق القانون، وما فيش حد اي حد يتحاسب، ده لو مش بيلعب في الاهلي، ده لو بيلعب في المريخ، ده لو مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب خليني اقول ان فيه واقعه يمكن حصلت من شهر، طبعا النجم عمرو دياب، وكان فيها وقتها صفع لاحد المعجبين والكلام ده وكده. وقتها الاستاذ عمرو اديب قال ايه؟ قال لك ده خطأ مشترك ما بين الاثنين، يعني الاثنين ده خطأ مشترك، هو شده، فطبعا النجم عمرو دياب راح ما خدش، راح ضايبه، فخطأ مشترك. طب ما هنا امام برضه لما جه كانت زوجته اتعكست، فالراجل برضه اكيد زعلان ان زوجته اتعكست وكده، فجاي ومش عارف مين اللي موجود، وعايز يسأل وعايز يشوف وعايز، فهو نفس الحكايه. ممكن برضه كان استاذ عمرو اديب ياخد الموضوع في ان هو خطأ مشترك، دي المهنيه، من المفترض ان لو الامور هتبقى بالشكل ده. انا حكيت الحكايه وحكيت القصه، وزي ما قلت وكنت متدخل في الموضوع علشان الموضوع يتحل بشكل ودي، واتمنى ان هو ينتهي بشكل ودي، واتمنى ان الناس اللي بتلعب في دماغ عبد الله وبتقول له ان احنا هنجيب لك ملايين، وان احنا وان احنا، يعني اتمنى يبقى عنده مبدا واحد، يا اما يمشي وياخد حقه قانوني، يا اما يقول والله انا عايز رقم رقم كذا، وان انا عشان اتنازل عن المحضر اللي انا عامله او اللي موجود. انا حكيت الحكايه بما يرضي الله، وزي ما قلت انا لا مع ولا ضد، انما انا زي ما بقول اللي اخطا يتعاقب، ما عنديش اي مشكله بالقانون، انما ابتزاز اعتقد ان ده غير مقبول لاي حد ايا كان. انا اتكلمت بما يرضي الله خلال 72 او الاربع ايام اللي فاتت، كل الحوارات اللي حصلت ما بين امام وما بيني وما بين عبد الله علشان ننهي هذا الموضوع، وكنت اتمنى زي ما قلت ان الموضوع ينتهي بشكل ودي، بعيد عن الاعلام وبعيد عن الضجيج وبعيد عن الدوشه دي كلها. ولكن ليه انا قلت الكلام ده؟ بعد مداخله عبد الله بالامس اللي برضه اتكلم فيها، وان هو يعني اجج المشاعر اكيد ضد امام، فاحقاقا للحق ده ملخص الموضوع اللي حصل. طيب خلينا قبل ما نطلع نشرتنا وفاصل، ونستقبل طبعا ضيوفنا احمد فوزي العيان وكريم سعيد، علشان نتكلم بقى شويه كوره، بعيد طبعا عن الاحداث وبعيد عن المشاكل وبعيد عن الازمات اللي احنا عايشينها، وكمان اكيد هناخد رايهم على ماتش الاهلي والزمالك اللي لحد الان ما حدش عارف اذا كان هيلعب ولا مش هيلعب، واكيد الماتش مش هيلعب. هنطلع لنشرتنا ومن بعدها الفاصل ونستقبل ضيوفنا. اتحاد الكرة يعين طاقم تحكيم إسباني لمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بقيادة أليخاندرو مونيز.
اتحاد العاصمة يعلن انتقال زين الدين بالعيد إلى سانت رويدن البلجيكي. الأهلي راح من الميران قبل يومين من القمة على أن يستأنف تدريباته غدا الاثنين. الونش يشارك في جزء من تدريبات الكرة واستمرار تأهيل فتوح والجزيري. بيراميدز يواصل الابتعاد بصدارة الدوري بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف أمام المقاولون العرب وتحقيق الانتصار 12 على التوالي. الإسماعيلي يهزم مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري. سيراميكا كليوباترا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بالفوز على المصري بهدفين دون مقابل. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن إيقاف ميرلين داكو لاعب ألبانيا لمبارتين بسبب هتافات مسيئة ضد مقدونيا الشمالية. منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية يحسم بطاقة التأهل لأولمبياد باريس بالفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في النهائي. تتويج علي فرج ونوران جوهر بلقب منافسات السلسلة الختامية لموسم الاسكواش. اهلا بكم من جديد، وخليني طبعا ارحب بضيوفي كريم سعيد رئيس تحرير الكوره. يا كيم مساء الخير يا صار، مساء الخير لكل مشاهدي دي ام سي، ومبسوط ان انا موجود معاكم وطبعا مع صديقي العزيز احمد فوز. انا اكيد طبعا مبسوط طبعا بتواجدك معانا، يعني ضيف عزيز علينا واخ عزيز طبعا علينا، احمد فوز العيان رئيس تحرير الكوره، طبعا صاحب بيت مش محتاجين بقى ان احنا نقدم بقى. ربنا يخليك يا كابتن، انا اللي سعيد طبعا بوجودي مع حضرتك دايما ومع كريم، اول مره نبقى مع بعض في حاجه واحده، فعشان كده مبسوط جدا. ان شاء الله ان شاء الله ما تكونش اخر مره، ودايما يعني تكونوا متواجدين معانا، لان اكيد الواحد بيسعد ان يلاقي ناس بتتكلم في كوره وفاهمه كوره، وفي الاخر نطلع بحاجه مفيده يعني في الاجواء الصعبه اللي احنا عايشين فيها. كريم اجواء بصراحه انا كنت لسه هعقب طبعا على الانترو بتاعتك، واكيد كل الناس بتفتح النهارده المواقع، يعني افتح يلا كوره او في جوله حتى في الجرايد الورقيه، يعني حد بيحب يشتري، يعني اعتقد اول خمس اخبار برامي احمد هيلاقي مشاكل، ماتش هيتلعب ولا لا، مشاكل 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 مشاكل، لا ومشاكل لعيب راح مول مش عارف عمل ايه، وهنا نادي الزمالك مش عايز يلعب، حتى والله حتى ايفن في اليورو برده، يعني بصراحه برده اول مره اشوف نسخه لليورو فيها هذا الكم من المشاكل التنظيميه. طبعا اكيد احنا في زمن الرياضه فيه اختلاف التصاق، انت كنت عم كده حتى قبل الفاصل معاك، الكره زمان على ايام كانت مختلفه عن دلوقتي، يعني زمان بصراحه الدنيا كانت فنيات اكتر، حتى اشوف والله بجد في ناس كتيره ربما دلوقتي في زخم اعلامي، في ناس كتيره اتظلمت ما كانش عندها نفس الزخم الاعلامي بتاع دلوقتي. يعني دلوقتي بصراحه مثلا انت عارف انا زعلان ليه دلوقتي وانتوا قاعدين قدامي؟ لاني انا وانتوا جايين انا ببقى سعيد، عايز اتكلم فنيات وعايز اتكلم كوره وناس فاهمه ومتطوره، انما انا مش عارف اكلمكم في ده. مفيش كوره اصلا. بالظبط بجد والله مش عارف اكلمكم في ده، فهنروح مثلا شويه نتكلم على اوروبا، انما تيجي تتكلم على الدوري النهارده، احنا 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 مش عارفين نخرج بقى الازمه، احنا هنكمل دوري ولا مش هنكمل دوري، في مستويات ولا مفيش مستويات، يعني نفسنا نتكلم تحليل وفنيات وجايبين لقطات وكده، انما الحدث بيفرض علينا اني غصب عني لازم اسالك. صحيح. موقف صحيح. الزمالك بالنسبه لك شايفه ازاي؟ والله انا شايف ان بكل امانه الازمه ما كانت يعني مش محتاجه كل ده بكل امانه، ليه؟ ببساطه اسهل سؤال هيتقال، ازمه بدون لو أزمة. زيزو كان احرز ركله الجزاء اللي عليها الازمه، هل كان كل
الامور دي كانت هتتم، الاجابه مليون في الميه من جميع المسؤولين نادي الزمالك كانت هتكون لا. طب ما نسمع الاجابه من احمد فوزي كده. اه انت صف الزمالك ايه؟ تصف الزمالك؟ لا لا نسمع عندك يعني. لا نسمع الاجابه، نسمع الاجابه لو كان زيزو، لو كان زيزو جاب الهدف. بص هو لا انت مش عارف بس خلصت رايك ولا لا؟ هكمل بس حاجه بسيطه. لان ليه انا قلت بقول كده؟ عشان المباريات المؤجله بترتيبها تم الاعلان عنها من فتره طويله. صحيح. فبالتالي انا لو عندي اعتراض عليها وانس ان الشخص المسؤول في اتحاد الكوره او في رابطه الانديه قال لي اتفضل ده الجدول اللي احنا هنمشي عليه لنهايه الموسم، اقول له ستوب. قبل ما نلعب اي مباراه انا معترض على الكلام ده، لو سمحت انا مش موافق. وبالتالي انا لو عندي هوصل لغايه اقصى شيء ان انا هضطر ان انا اقول انا مش هكمل الدوري، هقولها ساعه ما جات لي الورقه الرسميه بتاعه المباريات. انما انا حصل لي مشكله، خلينا نتكلم بصراحه، مشكله فنيه في الملعب، لاعب عندي اهدر ركله الجزاء وقعدنا نتكلم. طبعا احنا ما عندناش التكنولوجي سيستم بتاع الجون لاين، فبالتالي قعدنا في هذا الجدل. صحيح. لو الكره كانت دخلت الجون انا اشك ان نادي الزمالك هيروح للسكه دي. تمام. ورايك يا محمد؟ انا حته الدافع او القشه التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا واللي خلت الزمالك ياخد الموقف، اعتقد فعلا كانت هي ركله الجزاء اللي ما دخلتش، او دخلت كان عليها الخلاف، او انها كانت المفروض تتعاد. ده اللي اجمع عليه المحللين التحكيميين، هل تعرض الزمالك لظلم تحكيمي ام لا؟ هو ده النقطه الفاصله اللي خلت الزمالك يتدخل اكيد، وان هو يقول واتخذ الموقف ده. طبعا. انا لو قلت ان الزمالك لا غلطان ان هو اخذ الموقف ده، فهتبقى اجابتي ناقصه في وجهه نظري. ولو قلت ان اتحاد الكوره او رابطه الانديه معاها برضو حق في موقفها حاليا مع الزمالك، فبرضو اجابتي هتبقى ناقصه. احنا في موقف غلط من كل النواحي. صحيح. اولا غلط من الاول ان احنا نكون بنلعب دوري حاليا زي ما الماتشات مثلا بترتبها قدامي. احنا بنلعب ماتشات من الجوله ال 13 وال 14 وال 11 وال 26 وال 27 كلها في وقت واحد. شويه بتبقى هنا وشويه بتبقى هنا، ده كلام ما بيحصلش في اي حته في الدنيا. بتلعب ماتشات في او جدول دوري في فريق عنده 25 ماتش والتاني 18. لا ده احنا كده، ده احنا كده ظبطنا شويه. طبعا لو كنت بصيت من 7 8 جولات كنت هتلاقي يعني مهلهل. فكون ان الجدول مهلهل، فكون ان حد اخذ موقف وقرر ان هو لا انا مش هكمل الدوري الا لما الدنيا تتعدل، دي حاجه كويسه. بس هي فعلا متاخره. انا دايما لما بشوف بقيس موقف حد، الراجل دوت وهو بياخد موقف اخده صح ولا لا، بحسب كذا حسبه في دماغي. بقول ايه؟ انت خسايرك ايه لو ما تحققش مطالبك؟ صحيح. واسلحتك ايه عشان تحقق مطالبك؟ هل انت معاك ما يكفي من القوه ان انت اللي طالبه يتعمل، وهل هو قابل للتحقيق؟ ولا انت بتطلب بما هو مستحيل فبالاخر مش هيتحقق، فانت هيبقى شكلك وحش. قابل للتحقيق ولا مش قابل للتحقيق؟ حاليا هو غير قابل للتحقيق. بس ايه خسائر الزمالك؟ هل الزمالك مش هيلعب ماتش الاهلي، فممكن بعد كده يتواصل بضغوط تانية مع المسؤولين فتعلن هو يعلن جدول الدوري، فيبقى يوصلوا لحل وسط ما بين الطرفين، فالزمالك يكمل المسابقه، فتبقى خسائر الزمالك ان هو خسر الثلاث نقط بتوع ماتش الاهلي وثلاث نقط اضافيه حسب اللائحه. صحيح. وكمل الدوري عادي. طب وقتها هيكون الزمالك خسر ايه؟ انا بقول لك هو ممكن بيحسبوها ازاي، انا ما اعرفش، انا بحللها. انا كده كده الدوري ده مستحيل يخلص الا في نص 8، فبالتالي الترتيب اللي هيتاخد هو ترتيب الدور الاول، وانا كده كده بطل كونفدراليه. صحيح. كده ما عندوش ازمه، ما عندوش ازمه، ما عندوش كونفدراليه، فاللي هو فرق النقط يزيد كده كده بيني وبين الاهلي وبيراميدز، غالبا انا مش هعرف اجيبهم، فهضحي بالست نقط دول مقابل ان انا اكون اخدت موقف وصلحت الدنيا. هل يكون ده التفكير؟ طيب كريم، لو فضل رابطة الأندية مع اتحاد الكورة في نفس الحالة، إن هو هيستمر في نفس القرار، لا مش هنغير حاجة وهو ده اللي احنا ماشيين بيه، الزمالك هنا يعمل إيه؟ هو حسب، أنا برضه عشان بنقول معلومات، المفروض كان في اجتماع يعني جمع الطرفين أعتقد إمبارح، ويفترض في بعض الحلول تم تقديمها بعيدا عن الاتحاد بكل أمانة. صحيح. لم يتم عرض إقالة أي حد، أو الحاج عامر حسين من لجنة، مفيش، ده ما تعرضش أصلا. لكن تم يعني عرض بعض الامور عشان نقدر يعني نوفق وجهات النظر. لكن انا اشوف، هل مجلس اداره نادي الزمالك وجد نفسه في خندق معين مش عارف يخرج منه؟ دي ازمه، لان هو النهارده ببساطه خلينا واضحين مع بعض، ايه الاوبشنز اللي عندنا؟ اسهل اوبشن ان انا هتراجع عن قراري عشان العب المباراه، وبالتالي سيثور جمهور نادي الزمالك ضد اللي انا ما خدتش موقف. رغم ان طبعا انا اشوف اداره نادي الزمالك الحاليه
بيها عدد من رجال الاعمال اللي فاهمين يعني ايه بيزنس، وفاهمين يعني ايه النهارده كره القدم اصبحت صناعه. مظبوط. وبالتالي انا لما النهارده اخد هذه المواقف اللي انا على المستوى الشخصي ككريم سعيد كنت اعترض عليها تماما مع مجلس اداره نادي الزمالك السابق، لانه ما كانش بيبص للبراند. انت معاك براند قوي. صحيح. النهارده انت بتدي شكل سيء للبراند بتاعك قدام يعني الشركات الكبيره اللي النهارده في وجهه نظري السنه دي انا اول مره اشوف هذا الكم المعين عن الزمالك. ليه؟ لان في مجلس اداره بصراحه مختلف، اللغه مختلفه. صحيح. بنشوف علاقه نادي الاهلي ونادي الزمالك يا صقر رجعت بقت كويسه جدا. شفنا حتى بعض المشاحنات في بعض الالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم، كان على طول اعضاء مجلس اداره هنا وهنا بكل امانه بينزلوا للعيبه وبينقذوا الموقف. صحيح. واشدنا بهذا الامر. فبالتالي انا اشوف ان بصراحه الازمه لا ممكن كمان يتعدى خسائرها بعيدا على قالوا احمد، ان احنا النهارده ممكن بعض البراندات اللي بتفكر ان انا اتعاقب مع نادي الزمالك السنه الجايه يقول لي طب نادي الزمالك النهارده هينسحب. اتوايت مجلس نادي الزمالك. انا اشوف في احس كده ان هو دخل في عارف في الشارع مش عارف يرجع منه. وفي ضغط بقى من داين منين؟ من المنظومه. المنظومه داخليا في ضغط، هم بيضغطوا على بعض. لا ده الاهلاويه هيشمتوا فينا، لا اوعى تعمل كده، ده السوشيال ده احنا ترند على تويتر ولا مش عارف على ايه، الناس ماسكين لو احنا ده مستنيين النهارده زمان. لا في النهارده لازم ابص لحاجات اخرى، وهي ان النهارده نادي الزمالك اسم كبير. صحيح. ما ينفعش خلال 5 سنين يا عميد نادي الزمالك ينسحب قدام النادي الاهلي في 3 مباريات، دي الثالثه واحده نادي الزمالك ما راحش. طبعا الواقعه الشهيره بتاعت الاتوبيس. صحيح. الواقع بتاع نهائي السوبر لما نادي بيراميدز حل محل نادي الزمالك، ودي هتبقى التالت في 5 سنين بس، ما كانش على القديم. فبالتالي لا انا اشوف لا نادي الزمالك كاسم اكبر بكتير من هو يتحط في هذا الشكل اللي احنا بنتكلم عليه. طيب احمد، يعني زي ما بيقول كريم نادي الزمالك اسم كبير اكيد وكلنا متاكدين، ولكن حل الامور دي، هل ممكن نادي الزمالك خلال اليومين الجايين يتراجع عن قراره؟ هل ممكن يكون في حلول التراجع عن كوره ولا خلاص الموضوع؟ كل شيء وارد. بس هو مش هيبقى تراجع وقتها، اعتقد هيكون ان هو وصول لحل وسط يرضي جميع الاطراف. انا دايما بشوف ان الحالات اللي زي ديت بيبقى حلها بره الهوا اكتر من جوه الهوا. ما ينفعش مش في ان هو ناس تخش في مداخلات وتعلن. صح. مواقف او في بيانات رسميه بتعلن، لان ده بيسخن مش بيحل. ولكن انا دايما بشوف ان 90% من الحاجات اللي بتتحل بترضي جميع الاطراف دايما بتكون في اللي هي وقت نادي الزمالك في السوشيال ميديا فعلا. لا أو أغلب العالم كله أو أغلب الانديه دلوقتي، ده العالم كله كده. طبعا السوشيال ميديا هي اللي بتحكم، يعني لا ده مش الزمالك بس، الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي وكل وبرشلونه وريال مدريد وكل اداره بتبقى على حسب قوتها بقى. الاداره القويه هي اللي بتقدر ان هي بتبقى واثقه في نفسها ان احنا ماشيين في الطريق الصح، فمش هنمشي ورا السوشيال ميديا حتى لو هو حاليا مردود على السوشيال ميديا مش كويس، فانا عارف ان مستقبلا المردود هيكون ايجابي. صحيح. انا اتوقع او اتمنى ان مسؤولي الزمالك ومسؤولي اتحاد الكوره ورابطه الانديه، لان كل واحد منهم برضو بيرمي المسؤوليه على التاني بيقول مشكله الزمالك مش معايا، دي حقيقه، يتوصلوا الى حل مرضي لجميع الاطراف. الزمالك يقدم بعض التنازلات ممثله في ان هو يخوض المباراه مع وعود من الاطراف الاخرى بحل الامور اللي انتوا بتطالبوا بيها بما لا مثلا يتعارض مع مصلحه برضو اتحاد الكوره ورابطه الانديه. أيه. فاقرب وقت ممكن فليبقى انقذنا الصوره بتاعتنا. واتمنى لو ما تحلش الموضوع ان هو يحسم قرار الماتش قبل بقى ميعاد الصفاره ونشوف مشهد ان هو فريق بس في الملعب. لا هو من الواضح بقى. من الواضح ان المشهد ده هنشوفه تاني. انت عارف المشكله فيها يا احمد اكاين؟ انت اتكلمت على براند اسمه نادي الزمالك، ودي حقيقه نادي الزمالك قيمه كبيره. طبعا. نادي الاهلي وكل الانديه الجماهيريه، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على شكل كره مصريه. كره مصريه شكل فرقتين، واحد حصل على الكونفدراليه وواحد حصل على دوري الابطال. اتنين ابطال. نعم. ورايحين يلعبوا سوبر. بالظبط كده، رايحين يلعبوا سوبر. ان ده يبقى الشكل العام لكره القدم المصريه، وده الشكل العام للبلد بشكل عام، ده شيء المحزن بالنسبه لنا. صحيح. بس انا برضو عايز اقول حاجه احقاقا للحق بصراحه. انا على مستوى شخصي من اكثر المنتقدين لاداره اتحاد الكره والاستاذ جمال علام، اللي انا ما اعرفش بصراحه هو ليه مختفي في هذه الفتره حتى ولا يدلو بدلو خالص في هذا الامر. ولكن رابطه الانديه بكل امانه عندهم مبرر يخليهم في هذه القضيه براءه قدامي، وهي ان جميع الانديه اللي شاركت افريقيا مضت على تعهدات في الاوقات اللي كانت الفرق بتلعب فيها. بمعنى نادي الاهلي مثلا وصل للفاينل، ما بين الفاينل كان يا عميد والذهاب والاياب
اسبوع اسبوع مظبوط. نادي الزمالك كان ما بين الذهاب والاياب اسبوع، بدي ده كمثل. هل ساعتها كان يجرؤ مسؤول في الكره المصريه يقول للنادي الاهلي ونادي الزمالك انتوا هتلعبوا ماتش محلي وسط الذهاب والاياب؟ مستحيل. حتى لو كان، شوف لو كان متفقين كان هيجي في الوقت، ما دام صعدنا لا ريح اللعيبه. صحيح. وبالتالي هل مثلا كان ممكن نادي الزمالك يفتح قضيه المباريات المؤجله قبل مباراه العوده قدام نهضه بركان في الكونفدراليه؟ مستحيل. مستحيل. ليه؟ انا مركز في التراك بتاعي. وبالتالي انا بكل امانه عشان برضه اكون ساعه النقد بنقد وساعه الاشاده اشيد، طيب حق الرابطه ان هم ما غلطوش، لان في الاخر الاهلي والزمالك كانوا ماضيين على السيستم اللي ودانا لتاجيل هذا العدد من المباريات. طيب غياب استاذ جمال علام لان هو غير مسؤول عن الدوري العام، مسابقه الدوري العام، هو الرابطه هي المسؤوله عن الدوري العام. صح. بس مش في، معلش برضه يعني انا بتفق، انا بس انا بوضح على فكره، على فكره انا معاك. هو بيان الزمالك لأن اصلا في شقين، شق على الجدول الدوري. صحيح. على التحكيم، على التحكيم مع جزء جزء حاجه ثانيه يا فوزي، يعني لا جمله ما هي مش المفروض رئيس اتحاد الكوره في اي بلد هو الكبير بتاع الموضوع، مش هو الكبير بتاع الموضوع، هو المسؤول. طب. هو السي او يعني هو المفروض المفروض برضه يكون موجود. استاذ جمال دلوقتي واخد صمت لغه العظماء، هو صامت دلوقتي علشان راجل يعني مش عايز يدخل في الازمات، بس بيبعت رسائل على الواتساب. بيبعت رسائل على الواتساب، ده بيحصل. الا وهي انا سامي الصباح. طيب فوزي خلينا ندخل بقى شويه ونتكلم في كوره، لان انا عندي واحد اساسا هو طول الوقت بيضيع الوقت. هاني سليمان هيكون معايا في الجزء هيكون معايا في الجزء الثاني. طيب فوزي الدوري المصري لازم هنتكلم طبعا اكيد، ولازم ندي بقيه الانديه حقها بعيدا عن الازمه وبعيدا عن المشكله دي. انت شايف ان بيراميدز بيخطو خطوه نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز؟ هو ماشي بشكل رائع. 12 فوز دلوقتي مش كده؟ 12 فوز متتالي. صحيح. ولكن انا من حوالي شهر كده كنت فاكر مع حضرتك وسالت لك، ان قلت لي انت في سؤال ان هل بيراميدز هيفوز بالدوري السنه دي؟ وانا قلت لك بيراميدز السنه دي هيكون منافس اقوى من كل مره، بس برضه مش هياخد الدوري. لان مش هياخد الدوري لان مقومات المنافسه الكامله لسه ما زالت مش عند بيراميدز حاليا، والاهلي مش بالضعف اللي يخليه يخسر المنافسه. أوكي. في الوضع الحالي حتى بالمكاسب اللي هو بيكسبها. انا لسه مصر الحقيقه ان بيراميدز هيتعثر في لحظه ما، ومش المرشح الاول على الاقل لبطوله الدوري، هيكون منافس قوي. ربما يمكن يحصل ظروف في النص تخلي بيراميدز يعني مثلا لا قدر الله اصابات ضربه الاهلي فخسروا نقط، غيابات، ايقافات، البيراميدز مثلا حسم الماتشين اللي هم لسه مستني بين الاهلي وبين بعض. صحيح. فكلها امور قد تغير في مسار الدوري. ولكن لو انا برشح ومسؤول ان انا ارشح عن واحد بس للفوز بلقب الدوري حتى الان، فانا هقول للاهلي، مش هقول بيراميدز، رغم ان بيراميدز متفوق على نفسه. رغم ضغط المباريات اللي موجوده للاهلي يا كريم. نعم. رغم الضغط الموجود بشكل كبير جدا، النادي الاهلي عنده ضغط مباريات كبيره جدا. صحيح. جدا. ونادي الزمالك. صحيح. لو ما لعبش اللقاء فبيريح نفس يعني طبعا. مش عايز اقول لان لقاء بيصعب المهمه على النادي الاهلي. صحيح. سواء اللقاء فنيا او طبعا النقاط بتاعته. حتى مع ده شايف برضه ان بيراميدز ما قدرش، رغم الضغط الكبير ده، شايف ان بيراميدز ما قدرش يحقق بطوله الدوري؟ لا، انا هقول لك حاجه. يعني انا هشوف ان بيراميدز مثلا في الموسم الاول له بتغيير اسمه، لما جاب هذه الكوكبه من اللعيبه العالميين دخلهم الدوري المصري، ساعتها بصراحه في فئه من يعني جريد احنا عمرنا ما شفناه في حياتنا في الدوري المصري. صحيح. ساعتها انا كنت على يقين بيراميدز مش هياخد دوري ساعتها. لكن السنه دي اقول لك، انا اقول لا، هو السنه دي زي اللي يتعلم حاجات كتير منها الهدوء التام في الازمات. صحيح. نادي بيراميدز رغم مثلا كان عنده مثلا ازمه ما زال حاليا الشيبي وحسين الشحات. صحيح. بياناته هاديه. صحيح. بيتكلم في الموضوع، حتى ايفن لما طلع حصل خلاف ما بينه وبين اتحاد الكوره اكد ان مثلا النادي الاهلي ليس طرفا في ازمتي مع اتحاد الكوره. الاسم البراند بتاع بيراميدز النهارده بقى براند معروف جدا جدا في افريقيا، وبقى اسم معتاد تواجده في دوري ابطال افريقيا، والدليل انه وصل ميتين نهائي الكونفدراليه. بالظبط. فده يبين لك ان العقليه السنه دي على وجه التحديد اتغيرت. صحيح. وبالتالي هم حتى ايفن في الجهاز الفني اختيارات اللعيبه، اختيارات المحترفين، شوف النهارده المحترفين في بيراميدز بيرجعوا الفريق ازاي. انا اقول لك بيراميدز السنه دي هي اعلى نسبه له في المنافسه، ولكن اتفق مع احمد ان يبقى النادي الاهلي
اسلحته، خصوصا لما بيخش في وقت التركيز في بطوله الدوري بيبدا فعلا يضغط على المنافس، حتى ايفن لو كان النادي الاهلي متاخر بعدد كبير من النقاط. ومش بس الاهلي يا كابتن، هو في نقطه ثانيه هي بيراميدز نفسه. بيراميدز بقى براند وبقى اهدى وبقى كل حاجه، ولكن اللعب تحت الضغط وقت المنافسه بدون جمهور يحميك من بره ده بيفرق جدا. بالبلدي كده الاهلي او الزمالك لما يكون منافسين على لقب او بيلعبوا على كوره وفيها شك كده بين الحكم الكوره دي ليه ولا لا، صوت الجمهور بره هو اللي بيحدد الكره دي هتبقى ليك ولا عليك. انا متفق معاك، بس خليني اقول لك ان 95% من لعيبه بيراميدز في الوقت الحالي هم لعيبه دوليين، هم لعيبه كبار، حتى اللعيبه المحترفين كمان لعيبه مميزين. بس هم عندهم مشكله في حته اللعب تحت ضغط الجمهور دي، فمش هنخش في الموضوع ده. يعني هو عادي يعني. لا يعني انا اقصد بس بجد للامانه انا اتفق مع كريم ان الموسم ده بالنسبه لبيراميدز فعلا موسم مختلف. فعلا التشكيل واللعيبه اللي موجوده والهدوء اللي موجود داخل الملعب وطريقه اللعب حتى بعد رحيل عبد الله السعيد وكفر رمضان صبحي، لما تحس ان الفرقه برضه ما عندهاش مشكله، فرقه ماشيه عندها حلول كتير. مصطفى فتحي، عندك بلاتي، عندك اسماعيلي طبعا بلاتي تويه، بنتكلم على الكايتي، لا يعني بيمعادل لعيب هايل، يعني اقصد الشيبي، اقصد ان الفرقه عندها حلول كتير، وبدات كمان المشاكل الدفاعيه بتاعتها بقت اهدى وبقت افضل في الفترات الاخيره. طيب خلينا نروح دلوقتي بالمركز الثاني، طبعا النادي الاهلي. يمكن انت اتكلمت وقلت ان النادي الاهلي حتى رغم الضغوط بس يبقى برضه هو النادي الاهلي المنافس الاول للحصول على مسابقه الدوري الممتاز، مش كده؟ طيب المصري يا كريم، شايفه ازاي مع علي ماهر النهارده 42 نقطه بعد 26 لقاء؟ والله شوف، طبعا النادي المصري يعني اكيد هو المفروض وجهه نظري طموح كان ان الفريق يقدر يوصل لمركز مؤهل لدوري الكونفدراليه السنه الجايه، اي بطوله مع الدوري والكاس، خصوصا طبعا بصراحه ان المصري البادجت عنده اعتقد من اكثر الانديه انفاقا في الدوري. صحيح. النادي بصراحه يفترض حتى النادي المصري حتى تاريخيا دايما من الانديه الجماهيريه الغنيه. صحيح. يعني في بصراحه انديه جماهيريه بيبقى في رجل اعمال دايما بيراقبها زي الاسماعيلي مثلا، عنده مشاكل وعنده ازمات. ما عندهمش بصراحه على مر، بس دايما النادي المصري بحس ان هو ما عندوش المشكله دي، بس طبعا هنا بنتكلم بقى عن نقطه مهمه وهي الاستمراريه. يعني النهارده وانا فريق في هذا الدرجه او في هذا الرانك انا بتكلم عليه وبتطلع للمنافسه، ماتش النهارده ضد سيراميكا يفترض في وجهه نظري يبقى ماتش مضمون ليا. انا بصراحه ما بفكرش على الماتش، بس زي مثلا كده مثلا ايه بتكلم مثلا على بيراميدز. انا نادي بيراميدز السنوات الماضيه كان بيكسر الماتشات المهمه ويخسر النقاط قدام الفرق القليله او الفرق المتوسطه. انا اشوف النادي المصري معاه سكواد كويس، كابتن علي ماهر اثبت نفسه بصراحه كواحد من افضل مدربين مصريين على الساحه في الوقت الحالي. اعتقد هم محتاجين يعني برضه ايه يغيروا عقليتهم شويه في استمراريه يكون اللعيبه. يعني مثلا انا كسبت الزمالك، ده مش اخر المنتهى. هقول لك على حاجه كريمه، هو المشكله عندهم مش في العقليه، المشكله عندهم في تكوين الفريق من بدايه الموسم، ان انت مكونت الفريق غلط لما ما جبت باهر المحمدي بس كمدافع. وانت اساسا بقت خليت عن ثلاث مدافعين، عماد الدين ابو بكر واسلام ابو سليمه واحمد عماد واكثر، فبقاش عندك غير باهر المحمدي واحمد ايمن منصور اللي كان اسامي مش مقيد في الاول. احمد ايمن منصور جاله رباط صليبي فبروح جبت رجعت دبش يلعب اساسي اللي هو كان مدافع رابع. فثغره الدفاع دي عند المصري هتفضل موجوده من بدايه الموسم لحد اخر الموسم، داخل على فيه كام جول لغايه دلوقتي؟ 34 جول. صحيح. يعني كتير، ثالث او رابع اضعف دفاع في الدوري، ورغم ان هو جايب 34 جول برده. هو هتفضل دي هتبقى المشكله، يا اما هتكسب بسكور يا اما هتخسر بسكور. ماتش الزمالك انت كسبت ليه؟ عشان كان مهاجم ناصر منسي كان مريحه. هو 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 طبعا احنا عندنا مشكله في عدم الاستمراريه لاي فريق، عدم الاستمراريه وعدم الهويه، لان انت كل ماتش انت ما فيش فريق بتحس في الدوري الممتاز عنده الهويه. انا اعتقد حتى الان بيراميدز الفئه الوحيده اللي ليها هويه بتلعب بيها ما بتختلفش كتير. خلاص ظهر ان هم عشان خرجوا من افريقيا بدري فتفرغوا للدوري، او مش اتفرغوا، الجدول بتاعهم بقى جدول ادمي، ان انا بلعب ماتش كل اسبوع بس، مش ان هو انا اريح شهر بعد كده ضغط اسبوعين. صحيح. بعد كده اقعد اسبوع العب ماتشين ورا بعض كده يعني. فاهم هي الدنيا. خلينا ناخد كمان نعدي على امبي. اعتقد ان امبي مفاجاه للجميع. صحيح. فرقه انت بتتكلم على فرقه بلا نجوم، فرقه بتعتمد على الشباب، ولكن اعتقد ان هم في 26 لقاء محققين 40 نقطه، فده في حد ذاته يعني شيء برضه يعني من الناس الاشاده بيه. وبيحققوا كمان التارجت الاساسي عند الاداره. أيوة. وهو ان انا اطلع لعيبه واقدر ابيعها وادخل عائد مادي قوي
للنادي بتاعي النهارده. انا اسف يعني مفيش لعيب بصراحه انا ممكن اكون كلفته اكتر من 5-10 مليون جنيه باجي النهارده ابيعه مثلا مش اقل من 40-50 النهارده. حتى احمد امين اوفا مطلوب فيه مبلغ كبير جدا، هم ما عندهمش مشكله، وحتى اللغه اختلفت، اللي هو يقول لك لا 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 انت عايز تشتري لعيب عندي اتفضل انا جاهز، مش زي زمان. زمان كان يقول لك لا انا محتفظ باللعيب بتاعي عشان انا مستني عرض من اوروبا وهكذا. لا النهارده انا بحب الفكر الاستثماري، الفكر النهارده اللي بيقدر انا عارف انا موجود ليه. صحيح. انا النهارده كامبي انا مش ولا محتاج ان انا اكسب دوري ولا ممكن اكسب كاس كده، بستثمر يعني يعني جزء من انا بلعب الاستثمار. واساس الاستثمار وده على لعيبه واصرف وعيش، وده هو ده اللي بيخلي عندي استمراريه. وده شيء جيد. خلينا نروح كمان لسموحه، واحمد سامي عامل شغل اعتقد كويس مع سموحه بالسكواد الموجود معاه، وصل ل 39 نقطه وكان عنده فرصه امبارح ان هو يفوز لان هو لعب حوالي 80 دقيقه، فهي طلع الجيش كان مطرود وتعادل 2-2، كان ممكن يوصل لنقطه 42 ويكون موجود في المركز الرابع، ولكن إجادة طبعًا. يعني فريق سموحة بالإمكانيات اللي موجودة بالنسبة لسموحة. سموحة السنة اللي فاتت كان بيعاني، ما كانش في الحتة دي خالص، كان في الحتة اللي تحت في الجدول أغلب فترات الموسم، بس هو دايماً مع باشمهندس فرج عامر وكابتن أحمد سامي بيبقى في كيمياء كده بين الاتنين، بيعرفوا إن هم وباشمهندس فرج عامر السنة دي هادي قوي مش زي كل سنة، لا تصريحاته ولا مداخلاته في الدوري ولا أي حاجة، بس هو سموحه موجود في الحته اللي هو بيبقى عايز دايما يكون موجود فيها، انه يكون منافس على المربع الذهبي. ولكن هتبقى هي مشكله ان هي انت غالبا عارف ان جدول الدور الاول اللي خلص خلاص هو اللي هيحدد المشاركات الافريقيه، بيقتل المنافسه والطموح عند الفرق خلاص في الدور الثاني. خلاص يعني صحيح. خلينا نروح لفرقه برضه يعني اعتقد فرقه وليده ولكن فرقه كبيره زد. اعتقد ان هم موجودين بشكل قوي في اول موسم ليها، خبرات اللعيبه مش كبيره قوي، ولكن مع مجد عبد الغاطي عاملين شغل كويس قوي قوي. واعتقد من 24 لقاء كمان هم لسه ليهم لقاءين مؤجلين و39 نقطه. يعني انت بتتكلم اوفر اتشيفد ده المطلوب، يعني التارجت المطلوب منهم هم حققوه زياده. صحيح. النهارده فريق لسه صاعد من دوري الدرجه الثانيه في خلال لعب 24 مباراه. مزبوط. لو احنا جبناهم اصلا قبل ما يلعبوا وقلنا لهم انتوا بعد الماتش ال 24 هتكونوا المركز السادس في الدوري، يقول لي مستحيل يا ريت، قد انا رب اكون العاشر. صحيح. فطبعا هم النهارده اكيد اوفر اتشيفد جدا، واعتقد هيبقى طبعا محطوط تارجت اعتقد في وجهه نظري ان في اول موسم او موسمين ربما ما نبصش لمركز مؤهل للكونفدراليه او دوري الابطال، ولكن بعد كده اعتقد لما يكتسبوا الخبرات يقدروا النهارده يحطوا ميزانيه كويسه للفريق. انا اشوف بقى زاد عنده الميزانيه تخليه بعد خلال 3 4 سنين يطمح للمنافسه. صحيح. ليه؟ انا عندي فلوس وعندي استثمارات وعندي براندات كمان في المجموعه بتاعتي تقدر تساعدني اروح للحته دي. اخر فئه هاخدها دلوقتي هي يمكن فيوتشر مع كابتن طلعت يوسف عشان نتكلم شويه عليه. كابتن طلعت يوسف يمكن عامل شغل كويس قوي قوي من ساعه ما جه مع فريق فيوتشر، وقدر ان هو برده نفس الحكايه يوصل للنقطه 38 بعد ما كان في معاناه بالنسبه للفيوتشر. كعادة كابتن طلعت يوسف من أكثر المدربين المنضبطين في الدوري واللي عندهم أسلوب لعب، نادرا المدربين اللي في الدوري المصري اللي عندهم أسلوب لعب ثابت وبيعرف يطبقه في كل الفرق اللي بيدربها. فكابتن طلعت يوسف اللي هو لعبه الدفاعي شوية بس هو بيجيده وبيعرف يكسب منه نقاط كتير، فهو جه لم الفريق شوية بعد ما كان فترة من التعثر. صحيح. وفعلا لم نقاط كتير مؤخرا. واعتقد ان هو موجود في حتة برضو فيوتشر كمركز سابع حاليا، رغم ان هو كان مشارك في قاريا السنة اللي فاتت. صحيح. ولكن السنة دي بالظروف اللي حصلت فيها ونقل الملكية اعتقد انها سنة كده انتقالية ما بين السنة دي والسنة الجاية يكونوا منافسين اكتر، هم وسيراميكا كليوباترا برضو اعتقد نفس الوضع يعني. اكيد النادي الاسماعيلي كمان ماشي بشكل طبعاً. كويس. انت بتتكلم على الاتحاد كمان يمكن تراجع شويه، الجونه يعني خلينا ناخد سريعا كده الفاق توقعاتكم مين الفاق اللي ممكن يكونوا هابطين. احنا بنتكلم على الداخليه 15 نقطه، المقاولين 19 نقطه خساره النهارده، وبلديه المحله 22 نقطه، وفاركو قدر ان هو يوصل 22 بس البلديه لسه باقي له مباراه مؤجله. واعتقد البنك الاهلي كمان موجود، هو كمان في الدايره 24 نقطه ولعب مبارياته كلها بالكامل. مين الثلاث فرق اللي كل واحد فيكم احتماليه يكونوا متواجدين في الهبوط؟ يعني انا طبعا اشوف الداخليه ربما في وجهه نظري يعني يكون حجز مقعد من الثلاثة، لان احنا الدنيا بعيده بصراحه والوضع كمان فنيا للفريق سيء. انا على المستوى الشخصي اتمنى ان المقاولين يصمد،
اتمنى ان انا طبعا فرقه كبيره انا فرقه كبيره فرقه كبيره طبعا بصراحه يعني ابني بيلعب كره يد في المقاولين فبصراحه ما هيبقاش فرقه كبيره لا فرقه كبيره وعريقه ومن الفرق اللي نحب ان هي تكون دايما موجوده بصراحه اتمنى يعني ما احبش طبعا اي انديه تزعل مني والله بس والله بحب الانديه كلها بس الوضع الحالي انا بشوف الداخليه طبعا صعب فوق نظري البلديه بالامكانيات بالاستمراريه بالنفس ربما برضو ما يستطاعش واعتقد اتمنى على مستوى الشخص ان شاء الله المقاولين يهرب من هذا المثلث واعتقد فاركو هيكون هو الفريق الثالث رغم بصراحه رغم هذا الكم صحيح من اللعيبه الامكانيات لا الامكانيات الماليه الامكانيات الماليه الشركه بصراحه اغنى نادي في مصر حرفيا احمد سريعا كده لا انا متوقع زي كريم بس انا متوقع ان المقاولين يعني هو اللي هيكون للاسف هابط مش فاركو لان لو قارنت القائمه بتاعت الفريقين يبقى فاركو اقوى صحيح اتمنى ان بلديه المحله برده ما يكونش من الهابطين ولكن للاسف برده المؤشرات بتقول ان هو الثالث يعني كل التوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله يعني الكل يجتهد وفي النهايه اكيد بنبقى زعلانين لو اي حد ما يكونش موجود في الدوري الممتاز سريعا عايز اخدكم كده لليورو هي فالاجواء والكريم إيه انت متابع انت ماتش المانيا حالا يعني حالا المنتخب الالماني بيحرز هدف التعادل في مرمى المنتخب السويسري عشان يبقى احنا كده على موعد في وجهه نظري الشخصيه مواجهه مرتقبه جدا او نهائي مبكر نهائي مبكر ما بين المانيا واسبانيا اذا تمكنوا من الوصول للربع النهائي لان امبارح صقر يعني في البطوله كان كله بيتكلم على ماتش سويسرا والمانيا من حيث ان لو هل المانيا ترغب في الهزيمه قدام سويسرا من اجل الابتعاد عن اسبانيا في طور الربع النهائي حتى نجلسمان اتكلم عليه قال طبعا مستحيل اطلب من لعيبتي ان هم يتغلبوا صحيح ولكن بيبقى في حتى الناس حست ان في حزبه ممكن تتعمل طبعا الطريق الثاني مين؟ ايطاليا او كرواتيا او البانيا والثلاثه طبعا بصراحه المنتخب الاسباني حاليا هو افضل منتخب قدم كوره في صحيح. اليورو لغايه دلوقتي بس طبعا بالنتيجه الحاليه المانيا هي المتصدره وسويسرا في المركز الثاني فوزي مين مرشح للفوز باليورو؟ بعد ما شفت احنا اعتقد ان احنا خلاص شفنا كل الفرق في الوقت الحالي وظهر قدامنا كل الفرق بالظبط المجر واسكتلندا 0-0 والمانيا وسويسرا 1-1 والله لحد دلوقتي انا شايف فعلا المانيا من اقوى المنتخبات اللي ظهرت في البطوله خلال الجولتين انا متفق معاك جدا وشايف فرنسا برضو عندهم المقاولات لسه لما مبابي لعبوا من غيره في ماتش هولندا بس لما يرجع هيبقوا برضو من المنتخبات المرشحه ان هي توصل للنهائي البرتغال برضو يعني انا كده ماشيهم بالترتيب المانيا فرنسا البرتغال بعدهم بقى اي حد ممكن حسب الطريق اسبانيا ايطاليا لو سكواد انجلترا حلو بس مفيش مدرب صحيح وعايز اقول لك ان في الملعب بصراحه انا لما اتفرجت على الماتش يعني لا في حق رغم ان هم عندهم زي ما انت بتقول اقوى دوري في العالم سكواد قوي جدا 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 ولكن في الملعب تحسهمش بنفس القوه اللي احنا متوقعينها غلط دي اربع لعيبه بيلعبوا في اماكن غير اماكنهم يعني تريبير بيلعب باك شمال وهو باك يمين فودن بيلعب جناح شمال وهو يمين صحيح هالاند وقصدي هاري كين وبيلينجهام الاثنين المفروض بيلعبوا هما الاثنين ورا حاليا اللي هو 10 في ريال مدريد او في مانشستر سيتي فاللي هو تحس ان هي الدنيا مش ظابطه معاهم مع بايرن ميونخ مش مانشستر سيتي هاري كين لا تمام فاللي هو في كذا لاعب حتى ترينت ارنولد هو بيلعب خط وسط مع ليفربول بس بيلعب خط وسط في 4-3-3 مش في 4-2-3-1 فدي ادوار ثانيه خالص فاكتر من لاعب بيلعب في مركز غير مركزه مخليه الفريق مفكك تماما يعني لما انت شايف ان بالترتيب كده المانيا فرنسا المانيا فرنسا البرتغال وبعد كده البرتغال هم وأسبانيا. افضل فرق ظهرت لحد دلوقتي واسبانيا طبعا واسبانيا نفس الشيء ولا انا اشوف شايف؟ لا طبعا بص صقر طبعا اكيد احنا بنبص للمنتخبات كمستوى في دور المجموعات لكن لازم تبص على اللي هو احنا بنسميه روتو ذا كاب الطريق اللي عنده المقاومات كمان والطريق زي ما انت بتقول لو الطريق ساعات ساعات بتخدم انت قلت في نهائيات مبكره خلاص دلوقتي احنا دلوقتي اسبانيا خلاص هي متصدره المانيا متصدره الماتش خلص بالفعل وبالتالي لو كسبوا هما الاثنين في دور ال 16 ده المتوقع الاثنين هيضربوا بعض في دور الثمانيه وبالتالي في فريق من المنتخبين دول هما مين؟ اسبانيا والمانيا اسبانيا مش فرنسا هيقابلوا بعض هيضربوا بعض ودي اعتقد ميزه لبقيه الفرق طبعا بس انا على المستوى الشخصي اشوف بالمستوى فنيا المجموعه دي هتعمل ايه؟ ده حاجه منتهى التشابه لوكاكو بصراحه بيعمل حاجات غريبه هيعمل راجل مرض يعني جاب ثلاث جوال لغايه دلوقتي روميلو لوكاكو والثلاثه اوف سايد بعمل ايه طيب؟
مجموعه طبعا معاك معاك اكيد بتفكرنا بمجموعه مصر في مونديال ايطاليا 90. كنا نفس قبل الجوله الثالثه اعتقد كنا برضو في نفس كان الشكل كله ده كان يعني. كله ثلاثه بس هي يعني اثاره بس بصراحه انا مشفق بصراحه منتخب بلجيكا كنت اتوقع منه بصراحه مستويات افضل. انا كمان كنت اتوقع ان منتخب بلجيكا يذهب بشكل افضل من طبعا كده يعني عندهم اسماء كبيره قوي. صحيح صحيح يعني دي اخر مجموعه معانا هي البرتغال وتركيا. تركيا عملت ماتش كويس في البدايه ولكن طبعا الخبرات مع الـ مع الـ وجورجيا والتشيك انا اعتقد ان تركيا والبرتغال هم اللي هيصعدوا من المجموعه دي. اعتقد البرتغال وتركيا ما عندهمش ادنى مشكله خالص في الجوله الاخيره ان هم يضمنوا الانتصار وبالتالي هنشوف البرتغال متصدره وتركيا هي الوصيف. بس اخيرا بس انا عايز بس بعيدا عن طبعا موضوع فني بس هعقب على شيء واحد فعلا انا في وجهه نظري يعني الاعلام الالماني كان قاسي بعض الشيء في انتقاداته لقطر اثناء المونديال وحسسنا بصراحه ان هم هينظموا يورو يعني ما شفناهوش في حياتنا. اعتقد هذه النسخه من امم اوروبيه انا ما شفتش فيها هذا الكم من المشاكل. شفنا مشاكل داخل ملاعب صحيح شفنا في عدم تنظيم حتى بصراحه الحشرات منتشره وكان المفروض النقطه دي ياخدوا منها الاختراقات بتاعت الجمهور. صحيح النهارده طلعوا بيان الاتحاد الاوروبي طلع صحيح بيان وخارج الاستاد خارج الاستاد وصل الامر ان الشرطه الالمانيه اطلقت اعتقد النار على احد المشجعين. مشاكل في الشوارع الشكل بالكامل يا صقر للبطوله مش حلو خصوصا احنا بنتكلم ان المفروض اليورو يفترض ان هي تاني اقوى بطوله للمنتخبات بعد المونديال. حتى في بعض الاحيان يقول لك لا ده اليورو اقوى لان اليورو المنتخبات قليله كاس عام النهارده صحيح. بصراحه بقى هيصه واللي جاي هيبقى هيصه اكتر صحيح. فانا بصراحه والقرب الدول كمان من بعضيها نعم. الدنيا بتبقى اسهل انما يعني. انما انما فعلا ده بيثبت ان فعلا قطر نظمت مونديال على اعلى مستوى وهم كانوا قاسيين جدا عليهم بصراحه الاعلام الالماني عاوز التحديد صحيح. الاعلام الالماني لم يترك مناسبه ساعة المونديال الا وهاجم ده اعلام وفريق نفسه صحيح برافو عليك نفسهم لما حطوا الصوره وايديهم وعادي كانوا عاملين حرب ما اهتموش بالكوره اصلا أيه. ففي الاخر خسروا كرويا في كاس العالم وحاليا بيخسروا تنظيميا في صحيح. اليورو يعني صحيح يعني طبعا انا بسعد باللقاء معاكم وبتشرف دايما بيكم ويمكن كنا حابين ان احنا نتكلم بقى فني ونتكلم انما ان شاء الله الامور تستقر والامور تهدى ويعود تاني زي ما بنقول كره القدم حقيقيه. لكن اخر سؤال قبل ما نخرج الدوري شايفينه ازاي السنه الجايه؟ ده جزء مهم جدا. انا شايف ان لا سبيل الا ان انت تغير النظام بتاع الدوري علشان تقلل عدد المباريات بقدر الامكان علشان تبدا تنهي الموسم لمره واحده مع بقيه الناس لان صحيح. الموضوع ده بيقتل الكوره في مصر. الموضوع مش مجرد ان هو فتره راحه اقل للعيبه لا ده انت بتقتل فرصه لعيبتك في الاحتراف مثلا صحيح لان انت بتبدا بعد ما بكل الفرق اللي بتاعت اوروبا جابت عندنا مشكله خلي بالك عندنا مشكله في التأييد واللعيبه اللي هتمشي واللعيبه اللي هتقعد والكلام اللي عايزين يمشوا لما عقودهم تخلص صحيح. والملاعب نفسها والبطولات اللي هي القاريه تحديد المشاركات فيها فانت كل حاجه متوقفه وبتدور في دايره مغلقه اساسها ان انت بتنهي الموسم متاخر صحيح. فلو بكرت من موعد نهايته هتحل بشكل كتير قوي كيف مستحيل تماما شوف مستحيل ان انت الموسم الجاي تلعبه من دورين موضوع منتهي مش محتاجين حتى نتكلم فيه وعن ضعف في وقت يجب يعني استحداث نظام جديد للدوري المصري سواء كان هتلعب زي تونس صحيح. تونس بيلعبوا من دور واحد بعد كده بيعملوا حاجه اسمها دوري النقبه البلاي اوف او دوري النقبه ما بين الاول لغايه الثامن وبعد صحيح. كده بيعمل دوره للهبوط صحيح. او ان انت تستحدث موضوع المجموعتين ايا كان يعني يشوفوا الانديه مع بعض ايه النظام الانسب لينا ولكن الاكيد ان دوري من دورين ب 34 مباراه في الموسم ده اصبح امر مستحيل السنه الجايه. نتمنى ذلك ونتمنى ان الناس تسمع لكل الاراء اللي انتم بتقولوها لان احنا كلنا بنقول ده وكلنا بننادي بده واعتقد الانديه واتحاد الكره الكل بينادي بهذا المنطق ونتمنى ان كمان يتعاون الانديه المصريه علشان فعلا يبقى موسم استثنائي علشان نرجع تاني نقدر نبقى زينا زي العالم كله. كريم سعدت بيك وبتشرف دايما بوجودك. شكرا يا زين عميد انا اتشرفت بيك. فوزي يعني دايما بسعد بيك وان شاء الله مش اخر مره دايما انتوا ان شاء الله متواجدين معانا دايما الناس كلها تستمتع بيكم. حبيبي يا كابتن شكرا جدا انا اللي استمتعت وشكرا يا كريم وشكرا لكل المشاهدين. شكرا جزيلا. ده كان الجزء الاولاني في حلقتنا خلينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نستقبل نجمنا الهاني سليمان وحوار بقى يعني نتكلم معاه بس اهم حاجه ما يضيعش وقتنا ان شاء الله.
سليمان قلب على نوير. الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة بدأ مشواره مع فريق الاتحاد السكندري قبل ما يخرج لفترة قصيرة في الجونة لمدة موسمين، بعدها رجع الاتحاد مرة تانية، وبعده راح لسموحة بداية من صيف 2019 والحد دلوقتي. سليمان بيقدم مستوى جيد مع سموحة في الموسم ده، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من 26 مباراة في الدوري علشان يقود الموج الأزرق للمنافسة على المربع الذهبي. الهاني سليمان اشتهر بتعمد إهدار الوقت في المباريات، وده الأمر اللي بيستفز منافسيه ويخرجهم عن تركيزهم. يتألق الهاني، يتألق الهاني. تخطى حارس مرمى سموحة 350 مباراة خلال مسيرته في مسابقة الدوري المصري، فهل يستمر في الملاعب علشان يكسر رقم عصام الحضري وعبد المنصف كأكتر حارس مرمى خوضا لمباريات المسابقة؟ الهاني بهذا التصدي قد يكون هو رجل اللقاء. إهدار الوقت والأرقام القياسية وحلم الانضمام لمنتخب مصر، كل ده وأكتر هيتكلم عنه الهاني سليمان في ضيافة الصقر أحمد حسن في برنامج الكابتن. الهاني بهذا التصدي قد يكون هو رجل اللقاء. لسه مكملين معاكم طبعا، وبينضم لينا النجم الهاني سليمان. يا هاني تنورنا ومشرف. ربنا يخليك يا كابتن. انا هتضيع هتضيع وقتنا ولا ايه؟ لا 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 والله خلاص مفيش الكلام ده يا كابتن دلوقتي. طب قول لي وانت داخل من البوابه الراجل قال لك ايه؟ لا ده بتاع الامن قال لي انت حتى البرنامج جاي متاخر الساعه كام؟ تنورنا هاني مشرف. ربنا يخليك يا كابتن. موسم شايفه ازاي بالنسبه لك؟ بالنسبة لي أنا موسم الحمد لله بادي بشكل كويس من بداية الموسم، وأنا مركز إن السنة دي عايز أعمل حاجة ليا ولفرقتي وللنادي، لأن أنا بلعب في نادي يعتبر نادي كبير ونادي محترم ونادي صحيح. طول الوقت بينافس على مربع، فلازم الجون بتاع الفرقة لازم يكون مركز وشغال بشكل كويس وطول الوقت دايس. فالحمد لله ربنا كرمني السنه دي ماشي بشكل كويس مع الفرقه الحمد لله، ومعايا مدرب حراس كابتن حسن نصر، واحد من افضل المدربين اللي موجودين في الدوري، عامل معايا مجهود كبير جدا. طلع عينه انت عشان انا بحب التمرين، فهو كمان بيحب التمرين قوي، فاحنا الاثنين ماشيين مع بعض بشكل كويس في الحته دي يعني الحمد لله. حسن نصر لعبت انا ضده طبعا، لحقته وجبت فيه جوان باين، مش فاكر بقى جبت جوان ولا اكيد جبت ما، بس هو كان حيس كبير والله يا كنت. هو انا ما شفتهوش، بس هو وراني فيديوهات بتاعته، لا فعلا كان حارس قوي قوي. طيب سموحة زي ما انت قلت انت يعني مركز بشكل كبير جدا، وده واضح طبعا يمكن في مع نادي سموحة ان شاء الله. لعبت 31 مباراه ما فوتتش دقيقه الحمد لله. يعني الناس اللي معاك الحاجه الوحيده اللي ما ضيعتش فيها بالظبط، الحاجه الوحيده اللي ما ضيعتش فيها وقت. الحمد لله الواحد مركز. طيب. ان هو ما يسيبش حاجه السنه دي الحمد لله. انت ماتشات كاس شغال، ماتشات رابطه شغال، كله ما فيش الحمد لله. الحمد لله الواحد يعني. الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه، وطبعا الاختيارات دي بتاعت الكابتن سامي طبعا. طيب. لكن الواحد سموحه 39 نقطه وفي المركز الخامس، كان عندكم فرصه كبيره امبارح، احنا كنتوا تحققوا 3 نقاط كانت حطتكم في المربع الذهبي. مظبوط. شايف سموحه هيوصل لحد فين بعد 26 لقاء؟ وطبعا اكيد الكابتن احمد سامي المجهود اللي بيقوم الكبير بيه معاكم. هو من بدايه الموسم وكلام الكابتن سامي معانا ان الفرقه دي بالنادي ده لازم مكانه الوضع الطبيعي في المربع الذهبي. في لعيبه مؤثره مشت من الفريق في بدايه الموسم. صحيح. لكن مع الكابتن احمد سامي عنده الحته دي، يقدر ان هو يعوض اي حد بيمشي ايا كان تاثيره بحاجات تانية كتير، بلعيبه تانية، بطريقه لعب تانية، باي حاجه يقدر ان هو يعوض الغيابات دي. كلامه كان معانا من بدايه الموسم ان الفرقه دي لازم تفنش في مربع ذهبي، احنا مش داخلين نلعب دوري ونص جدول وخلاص. لا، من البدايه واحنا مركزين ان احنا السنه دي الدوري صعب، الدوري فيه فرق كتير قريبه من بعضيها، احنا مش اقل من الفرق اللي فوق مننا، لكن كلنا كفرقه وكنادي وكمجلس اداره داخلين الموسم وعارفين ان الموسم صعب، لكن عايزين نحط سموحه
في المكانه اللي كان بيبقى موجود عليها السنين اللي فاتت مع كابتن احمد سامي برضه. يعني كابتن احمد سامي قبل ما يمشي في السنتين اللي مساكم فنشنا سنه تالت وسنه رابع. كميه واجبه مع سموحه. قوي. فكابتن سامي ما بيقبلش بالمراكز اللي هي السابع والثامن والتاسع والكلام ده، مش بتيجي معاه لان هو بيتعب قوي وبيشتغل مع الفرقه بشكل كويس قوي، واختياراته للعيبه بتبقى اختيارات مع احترام كل الانديه مش زي بقيه الانديه، بيبقى ليه حاجه معينه بيختارها في اللعيب. فالسنه دي احنا داخلين ومركزين ان احنا نفنش الموسم ده على الاقل على الاقل من الخمسه الاوائل. عارف ان انت اكتر لعيب اكتر مدرب لعبت معاه هو الكابتن احمد سامي؟ فعلا. لعبت كام مباراه؟ تعرف كام مباراه لعبتهم معاه؟ مع الكابتن سامي؟ لا الكابتن سامي انا من ساعه ما مسك سموحه وانا بلعب المواسم كامله. 106 مباراه حتى الان. 106 مع الكابتن في سموحه سامي. بس ولا مع الكابتن سامي؟ مع الكابتن احمد سامي بقى. يعني ممكن يكون هو انت هو الكابتن احمد سامي مرنك فين تاني غير سموحه؟ في سموحه. أيوة. بس كابتن سامي كان في اجهزه. يعني انا دي السنه الخامسه ليا في سموحه. انت لعب 106 مع مباراه هو مع كابتن احمد مع سامي. كابتن سامي مع كابتن احمد سامي. طيب عادك مع سموحه ينتهي امتى؟ فاضل لي موسم. فاضل لك موسم. وناوي يعني انت لحد امتى هاني سليمان مكمل؟ لا دي ما حدش يقدر يحددها خالص، ولا هاني ذات نفسه يقدر يحددها. انا بشتغل وبعمل اللي عليا، وهو الملعب هو اللي يحكم هاني قادر ولا لا. انا الحمد لله انا بلعب كره بس، يعني انا ما عنديش شغل تاني، انا بلعب كره بس. مين اللي ما عندوش شغل تاني؟ مين اللي ما عندوش شغل تاني؟ انا اتكلم على مشاريعك اللي في اسكندريه ولا ايه؟ انا ما بشتغلش شغل تاني، المشاريع في حد بيشغلها. لا في مشاريع في اسكندريه بس ماليش دعوه، مش مركز فيها. مركز فيها. هتقول لنا طب المشاريع اللي عندك ايه ولا ايه؟ في الاخر. في الاخر ليه؟ عشان في مشاريع لسه شغاله. انت خايف من الحسد ولا ايه يا عم؟ ما شاء الله. طب خلاص يا كابتن انا موافق اقول، بس حضرتك تقول الاول. اقول ايه؟ تقول المشاريع. انا بالنسبه لي انا كده كده انا معروف رجل اعمال من زمان. لا يعني اللي انا اقصده ان انا مركز في كوره بس والله. يعني دي حقيقه. وعلى فكره يمكن انا دايما في ناس، انا عارف ان تركيزك انت في الكوره وده اللي مخليك انت ما شاء الله لحد دلوقتي واقف على رجليك بشكل كويس، ودي من الحاجات فعلا اللي انا احييك عليها. ولكن مستمر مع سموحه ولا ممكن تخوض تجربه ثانيه؟ لا مستمر طبعا. نادي سموحه شرف لاي لعيب طبعا ان هو يلعب في النادي ده. النادي ده نادي محترم جدا كابتن على فكره. صحيح. في كل حاجه تساعد اي لعيب على النجاح. في يعني سواء من ملاعب، سواء من جيمات جوه النادي. النادي هادي. النادي جيمات جوه النادي وجيمات بره النادي. ها؟ جيمات جوه النادي وجيمات بره النادي. ايوه في جيمات بره بس انا مشترك جوه النادي. انا ما قلتش حاجه. ماشي هنيجي للجيم اللي بره النادي. طيب ماشي. عنده كل سبل المساعده ان هي تخلي اي لعيب مركز في الكره بس. فانا ما يعني طيب. انا الفتره دي ما عنديش. كل واحد فينا في وقت من الاوقات بيبقى عنده طموح مختلف. يعني في وقت من الاوقات طموحي ان انا اكسر ارقام كل لعيبه العالم اللي كانت بتلعب، ان انا اوصل للقب. هل انت ده تفكيرك انك انت نايد عبد المنصف مثلا هو اكتر لعيب مشاركه في عدد السنين وعدد المباريات في الدوري الممتاز، هل انت ده طموحك ان انت تكون رقم واحد في عدد المشاركات وعدد المواسم في الدوري المصري؟ هي دي طبعا اكيد طموحي، لان هتزودني ارقام وهتزودني حاجات كتير قوي في تاريخي. لكن زي ما انا قلت لحضرتك انا سايبها ماشيه، مش مركز في موضوع الارقام دي دلوقتي خالص. انا سايب الموضوع ماشي ماتش ماتش، مش سنه بسنه، ماتش ماتش. لان بكره انا بس ده بيديك دوافع. يعني أكيد. يعني انا بيبقى عندي دافع مثلا، لا في حاجه قدامي، هدف قدامي ان انا لا عايز احقق ان انا اضرب رقم الحضري، ان انا اضرب عبد المنصف. يعني دي كلها ومشروع. اكيد اكيد انا بفكر في كده، ان انا اتمنى ان انا اوصل لبعد كابتن عصام الحضري بعد سنه في الملاعب. لكن زي ما انا بقول لحضرتك ربنا لو ليه ربنا يبعد عني اول حاجه الاصابه. وزي ما قلت لحضرتك الملعب هو اللي هيقرر هاني لسه موجود ولا لا. طيب خليني اخدك، يعني انت من الحراس اللي ما شاء الله ومعلم مع الناس بشكل كبير. دي الاحصائيات بتاعتك. انت عندك 13 ماتش فيهم ما جاش فيهم اجوان، المشاركات
2790 31 مباراة زي ما قلت لك، يعني كل المباريات انت شاركت فيها، ولكن الاهداف لا مش دي الاهداف بالرابطه بالكسب كله كله طبعا. يعني 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 ما احنا يعني ما احنا حاطين لك لعبت 31 ماتش هنجيب لك جي فيك في الدوري بس. لا كان ممكن معدل كويس يعني جون في كل ماتش مش لا ما هو في نتيجه ماتش الزمالك الدور الاولاني دي لو ما كانتش دخلت اصلا كانت عدد الاهداف كان زماننا احنا دلوقتي رابع احسن خط دفاع في الدوري. الناس تحت كلها 19 و20 يعني نشيل منهم الخمسه بتوع ماتش الزمالك دول كان زماننا احنا دلوقتي. يعني نوديهم فين يعني نشيلهم نوديهم فين؟ يعني ممكن نشيلهم نوديهم اي حته. نشيلهم نوديهم فين؟ خمسه في ماتش هنعمل ايه طيب؟ وبعد كده ما هو الزمالك خلاص مش هيكمل. قصدي ان النتيجه عاليه. لا الحمد لله احنا الدور الثاني كسبناهم، هو 3 بونت هنا و3 بونت هنا. صحيح. الدور الثاني انتوا كسبتوا. هل في يوم من الايام تم اي عود ليك سواء من الاهلي او الزمالك؟ في فتره في مرتين كان كنت رايح فيهم بصفه رسميه يعني، لكن مفيش نصيب يعني. فلا هو بيفكرني ما انا فاكرهم. لازم الناس يعني يجيبوا لك الحاجات الكويسه ماشي بتاعتك ماشي، ويجيبوا برضك ماتش الدور الثاني ما هيجيبوا لك كل حاجه ماشي. اي حاجه معديه كده؟ لا 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 جوان صعبه، الخمس جوان ما فيهوش ولا جون مني اصلا. ايوه دي انفرادات يعني، رب النور يقطع. طب خلاص يا مصطفى رجعنا. طيب انت كنت بتقول لي ان كان في وقت من الاوقات مفاوضات عن مع الاهلي. كان في مره في 2013 لكن ما حصلش نصيب يعني، كان بيكلموني ان انا اطلع اعاره وارجع تاني لكن اختلفنا. في مره اللي هي في 2019 لكن هم اتكلموا في حته السن شويه. حته السن. طيب لو يعني احنا عرفنا طبعا ازمه نادي الاهلي وكانت اصابه الشناوي في كاس الامم الافريقيه، لو تم العرض عليك او لو عرض عليك انك انت كنت هتيجي الحايس مع مصطفى شوبير زي الزنفالي كده ما راح النادي الاهلي، كنت توافق؟ كنت هتوافق؟ ليه؟ كانت هتبقى حاجه كويسه في مسيرتي انك لعبت للنادي الاهلي. كنت هتخش في منافسه مع مصطفى شوبير. ما اعتقدش ان هي كانت هتبقى حاجه وحشه بالنسبه لي، لا بالعكس كانت حاجه هتضيف لي يعني. يعني انت حتى لو كنت هتبقى بديل ما كانش عندك. لا ما انا مش رايح ما انا مش رايح بديل. ايوه بس ما انت ما كنتش هيتم تأييدك افريقيا، فبالتالي زي ما حصل كده مع الزنفالي فبالتالي مصطفى هو اللي كان هروح هلعب على الحته بتاعت الدوري لو جات لي هلعب. مش رايح ان انا المسمى بتاعي بديل. لا هل ممكن لو نادي الزمالك تم العرض عليك، لان نادي الزمالك دلوقتي انت عارف مثلا عواد عنده ازمه او عنده مشكله في التجديد وكده، والحارس الوحيد في الزمالك محمد صبحي، هل ممكن انك انت تقبل انك انت يبقى في يعني تفاوض مع نادي الزمالك او تروح نادي الزمالك؟ مفيش مشكله، انا لعيب محترف مفيش مشكله. صحيح. نادي الزمالك نادي كبير زيه زي النادي الاهلي طبعا، زي نادي الاتحاد، زي بقيه الانديه الكبيره. انا ما عنديش مشكله، لعيب محترف، لو اي نادي ما محتاج الهاني طبعا بيروح لنادي سموحه وبيتم العرض معاهم، وانا ما عنديش مشكله خالص. لو النادي سموحه موافق انا تمام، لو نادي سموحه قال لا خلاص انا تحت امرهم برضه. يعني انت 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 بالنسبه لك بتقول ان انا لاعب محترف، لو في اي عرض مقدم من نادي الزمالك انت بالنسبه لك ما فيش اي مشكله. ده كبير عادي. طيب هم جايبين لك اهو صدات اهو علشان ايه ما تزعلش اهو، وتالق ويعني اهو ايدك ورجلك والدنيا الحمد لله والدنيا زي الفل اهو. لا احنا ما تلاش مدلعينك. لا انا قلقان لسه بجد. لا والله ده انا يعني بتزعل لما بيتقال عليك متخصص في تضييع الوقت؟ لا لا عشان بمشي عكسها دلوقتي. ليه؟ يعني تحاول تلعب بسرعه يعني. لا مش بحاول. هو انا بدات العب بسرعه امتى؟ لما مسكنا الكابتن احمد سامي. ايوه اول ما مسكنا الكابتن احمد سامي قال لي تعالى انا طريقه لعبي 1 2 3 هتموت لي اللعب، هتلاقيني جايبك معايا جنبي بره. ايوه هتلعب اللي انا عايزه. فمن ساعتها وانا بلعب غصب عني بسرعه. ده مش بمزاجك يعني، غصب عني. غصب عني. انما انت ما بيضايقكش الموضوع؟ لا لا خالص. انت حاسس ان انت عادي ده عادي انت حاسس ان ده يعني الترند ليك انت بس يعني. دي حاجه يعني مظبوط، دي حاجه بتاعتك انت. مزبوط. انت اللي منفرد بيها. مساله بيضرب بيها المثل في الحياه في الحته يعني. كل جوان الدوري على فكره بيعملوا الكلام ده واكتر مني. ايوه بس ما حدش مركز معاهم، لكن لو انا في ماتش بلعب ضربه مرمى اتاخرت فيها اهو.
انت قلت للكابتن الحنفي لما جه حسب عليك في ماتش الزمالك. لا ده كان كابتن بنا، كابتن بنا معلش. مفيش، انا لقيته مره واحده كابتن بنا جاي. انا عايز اقول لك، انت عارف انت وقفت بكره 13 ثانيه. طب انا هو في جون يقف بال 13 ثانيه؟ هو مش المفروض 6 ثواني؟ طب ما جاش ليه في الثانيه السابعه؟ ماشي، انا قلت له الكلام ده. هو عمال راجل مستني اهو. مستني ايه؟ سايبني لل 13 ليه؟ يعني سايبك لل 13؟ ايوه سابني ليه لل 13؟ طب ما كان سابني ثانيتين كمان. ايه؟ على امل انت تلعب، يعني راجل مستني ان انت تلعب. انا لعبت. وانت قلت له ايه بقى؟ قلت له يا كابتن انت صفرت عليا، قال لي ضربه حره غير مباشره، قلت له ليه؟ قال لي 13 ثانيه، قلت له الله. طب ما صفرتش ليه في السبعه؟ جاحد قسما بالله. ليه؟ جاحد. يعني عارف على فكره عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، دي اسرع مره لعبت فيها في الماتش. والله؟ والله العظيم دي اسرع مره. الجماهير كده بيقولوا لك ايه بمناسبه تضييع الوقت ده؟ هيقولوا ايه؟ ده طبعا وجه سؤالك ورسالتك لاني سليمان. يا ريت تبطل ضيع الوقت، الكابتن ناني سليمان كان نفسي اشوف للمنتخب ايه دي؟ اشوفه؟ اشوفك اشوفه ماشي اشوفه ليه؟ ونصيحه مني انه يبطل يضيع وقت، خايف اسالك سؤال تضيع وقت. عم ترد. انت بتضيع وقت ليه؟ بلاش تضيع الوقت. شوف اتخذت علي. ظلمني. ايه؟ ظلمني. ليه بتضيع وقت قصاد الاهلي رغم انك عارف ان الاهلي كده كده هيكسب؟ عارف منين؟ ايه؟ عارف منين ان كده؟ ما انت بيقول لك كده كده الاهلي هيكسب، ليه بتضيع وقت؟ يكسبوا في الاخر. طيب هو المهدي سليمان اخوك؟ لا لا. تشابه اسماء بس. تشابه اسماء. هو ممكن يكون المهدي شبهي شويه. بس تشابه اسماء. هو انت حلو زي المهدي؟ هو انت شكلك حلو زي اموزه المهدي؟ اقول لك ما عشان قريبين بس من الشكل فالناس شايفيننا ان احنا اخوات. طيب خلينا نكمل الحلقه بقى عشان الناس ما تزعلش مننا. المهدي حبيبي لا انا المهدي ده صاحبي وحبيبي وجون محترم طبعا. اكيد اكيد طبعا. طيب هل بقى عندك طموح انك انت تكون موجود في المنتخب بما ان المهدي سليمان انضم طبعا في عهد الكابتن حسام في اخر مباراة وكده، عندك طموح لكده؟ طبعا. طبعا انا بلعب على الحته دي. الكابتن حسام عارفه ان هو في الحته دي ما بيظلمش حد، اللي بيبقى ماشي كويس بياخده. ايا كان بقى هو مين، درجه اولى درجه ثانيه، اهم حاجه اللي هو شايفه بيعمله. لان الكابتن حسام مش من المدربين اللي ممكن حد يذكلهم حد وبتاع والكلام ده. لكن انا بلعب السنه دي وحاطط في دماغي ان المنتخب قدامي، يعني انا هو ده اللي انا بلعب عشانه. ده هدف من ضمن اهدافك مع نادي سموحة انك انت تكون موجود في المنتخب. واعتقد زي ما انت قلت كابتن حسام حسن راجل بيشوف اللي عنده حق اكيد بياخده. طيب في حارس مرمى ياخد 44 انذار في حياته؟ 44؟ لا 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 كتير قوي. وانا انت اللي خدتهم وانا اللي خدتهم. لا كتير. 44 مين اللي جابهم ده؟ دي كلها احصائيات واحنا بنتكلم في اهو. 44 بس؟ بس والله؟ والله قليلين؟ ما انا مش حاسبها بصراحه. السنه دي لوحدها انذار واحد بس؟ والله انا مش مصدق. يعني انت واخد انذار واحد؟ السنه دي. طيب بس انت بتلعب يعني 43 السنين اللي فاتت كلها؟ ده انت بتلعب من ايام يعني ايه؟ من ايام ماسك الهواء بايديا. ايه ده بقى؟ ماسك الهواء مش فاكر انت الجون بتاع ماسك الهواء بايديا ده؟ بتاع مين؟ ايه؟ بتاع مين؟ تعالى كده نشوف كده الجون ده. ده ماتش الاهلي لا مش فاكره ده. انت بتعمل ايه هنا؟ انا غلطان؟ انت غلطان؟ انت غلطان؟ انت لا بجد بتعمل ايه؟ هو احمد عادل سابك تشوط ليه؟ ايوه انت بتمسك ايه هنا بجد؟ بص يا كابتن انا كنت ناعي هم الماتش ده اصلا بسببك لان كان قبلها بماتش عاملها في العقبه وفي المقاولين. ايوه فانا عمال اقول يا رب ما تجيله كوره ويشوطها لان لو شاط ضربه مرمى عليا كانت هتخش. فاكر كواليس الجون ده؟ لما كنا راجعين من ماتش في
في تصفيات افريقيا وكنت واخدك انت وابو السعود في العربيه معايا وقلت لك ايه؟ قلت لي هجيب في جون الماتش اللي جاي، قلت لك والله ما هيحصل. حصل وجت كورنر وجيت قلت لي مش انا قلت لك؟ يوميها قلت لي، قلت لي خلاص يا كابتن كمل عليا انا مش عايز اضحك. الجماهير الجماهير هتموتني. هي المشكله، هي المشكله، المشكله ما كانتش فيك انت، المشكله كانت فيا انا. ليه؟ هي الشوطه، الشوطه غريبه. لا بجد والله، يعني الشوطه حتى بتاعه 98 وانا كنت صغير قوي، الشوطه غريبه. في العقباو نفس الكلام، وبرضك جت في جون غيري، برضك غيري وغير العقباو، باين في في جون جه كده برضك في نفس السنه، كان 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 في المصري تقريبا، وكان في هي 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 طريقه الشوطه بصراحه. دي 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 بتاعه كاس الامم. خلاص بص دي منين يا كابتن؟ ايه؟ دي اسهل من بتاعتي. مين؟ دي. ايوه دي الاثنين سهلين. الاثنين سهلين. دي اسهل، بتاعتي صعبة. الاثنين 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 سهلين. خليني اخدك كده واسألك على ناس كتير اختلفت، مين أفضل حارس في تاريخ مصر؟ لا في تاريخ، في تاريخ مصر أنا ما أقدرش أجيب اللي أنا ما شفتوش، يعني ما أقدرش أحكم على على حد أنا ما شفتوش، لكن الكلام اللي كان بيتقال من والدي الله يرحمه ومن الناس المدربين الكبار كان بيقولوا لي ان كابتن ثابت البطل ده في حته تانية خالص، يعني جون جون كبير جدا. لكن اللي انا اللي انا شفته، اللي انا عاصرته او اللي انا شفته، طبعا كابتن عصام الحضري لا اختلاف عليه، واحد من من الحراس الكبار اللي انا مستغرب ان هو لغايه دلوقتي ازاي ما يجيلكش. يعني كابتن عصام الكابتن يعني انا قلت اول واحد عليه في البرنامج ده هو الكابتن عصام. كابتن عصام الحضري ما بيجيش غير بفلوس عشان نبقى متفقين، ما عندوش لا اصحاب ولا حبايب، رغم ان انا والحضري عشنا 30 سنه مثلا. انا مستغرب. انما انما هو دلوقتي يعني متالق في القناه الثانيه، انما خلي بالك والله العظيم بجد والله، يعني طبعا بشكرك يعني طبعا على حضورك، لان احنا هنا الحمد لله كل النجوم اصحابنا واللي لعبوا معايا والكلام ده كلهم هنا، الناس جم يعني تقديرا حبا ليك طبعا اكيد تقديرا وللعشره اللي موجودين اكيد، والحضري طبعا اخ وصديق، والحضري احنا لسه حتى متواصلين الحمد لله، كلمني في العيد وعايد عليا والكلام ده وكده، كان عايز لحمه يعني. انا ماليش دعوه. لا انا بهزر. انما الحضري ما فيش يعني. انت شكلك مش هتعدي البوابات، هتلاقيه واقف لك دلوقتي. لا لا ده حبيبي والله حبيبي. طب انا هكمل الحلقه ازاي دلوقتي؟ اكمل انا بس. فطبعا كابتن نادر السيد برضك واحد من الحراس اللي انا لعبت معاه في نادي الاتحاد. لعبت معاه لا يعني انت شايف، انا انا عايز اقول لك على حاجه من خلال، يمكن انا شفت الكابتن ثابت البطل، وشفت الكابتن شوبير، شفت الكابتن عادل مأمون، يعني الجيل ده انا يمكن انا شفته اكتر، ولكن يبقى الحضري بجد اكيد هو واحد، اكيد واحد بالارقام، رقم واحد، مش مش بالارقام وبس، كحارس كمان برضه، كحارس حضري كمان، كموهبه، كقتال، كاصرار، كاستمراريه، اكيد صراحه بصراحه من الـ من الـ من يعني انا انا من وجهه نظري هو افضل حارس في تاريخ مصر بلا خلاف. طيب عندي سؤال على الحارس رقم واحد في مصر في الوقت الحالي، احنا اتكلمنا في تاريخ مصر، عندي سؤال على الحارس الاول في مصر في الوقت الحالي، لكن ده خلينا بعد الفاصل. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع نجمنا الهاني سليمان. لسه مكملين معاكم، وبجد من احلى الحلقات اللي انا يمكن ساعه ما بدات البرنامج الواحد بيضحك من قلبه، يعني اللي ما حضرش الحلقه دي اكيد فاته كتير. هاني باجي اسكندريه كتير، ما بشوفكش مره تعزمني في الكافيه عندك. ايوه ايوه. ايه اعزمك ليه في الكافيه؟ المشكله يعني انا ببقى جاي، انت بتيجي في يوم ببقى قافل. انت بتبقى قافل؟ تقفل ايه طول الاسبوع؟ لا اليوم اللي انت بتيجي فيه بتدي اجازات. بتدي اجازات. طيب نروح للسؤال ده، احد مشاريعك يعني، احنا اتكلمنا طبعا عن الجيمات، طبعا الجيمات دي اللي هي في النادي، احنا مالناش علاقه بالجيمات اللي هي تخصك انت. لا والكافيهات، مجموعه الكافيهات اللي موجوده في اسكندريه.
طب انت لو جالك عقد دلوقتي في القاهره هنا ولا الكلام ده هتسيب المشاريع دي لمين؟ ما انا مش هسيبها. ليه؟ لا ما هتعمل ايه طيب؟ لا هقعد. ها؟ هقعد. هتفتح هنا طيب في روح هنا في القاهره؟ ممكن. اه والله؟ اه والله ممكن. طيب قول لي من وجهه نظرك مين الحارس الاول في مصر؟ هل زي ما بيقولوا محمد الشناوي ولا انت وجهه نظرك؟ هو الشناوي جاهز وفورمته طبعا رقم واحد. واجهز واحد والدنيا تمام ومستواه بتاعه زي ما احنا عارفينه هو رقم واحد. طيب خليني اسالك، هل الشناوي لما رجع هو كان الحق ان هو يمثل مرمى منتخب مصر في اللقاءين اللي لعبهم المنتخب؟ اه طبعا. شايف ان شايف ان اه طبعا الخبرات اللي عند الشناوي تخليه اه الفتره اللي هو قعدها، وبعدين فتره مش طويله قوي يعني، ما كانتش فتره طويله حوالي شهرين ونص ثلاث شهور كده عادي. بالنسبه للخبرات اللي عنده لا يرجع يلعب عادي ما فيش مشكله. وشايف ان هو حتى لما يجي في النادي الاهلي على حساب مصطفى هو برضه يستحق ان هو يلعب. لا حته الاهلي دي انا طبعا ما حدش يقدر يتدخل فيها، لان دي في الاول وفي الاخر دي منظومه وهم طبعا بس هو لعب ده انا اقصده، هم ادرى باليمين اللي يلعب. لكن هو قاعد وهو مصاب. فعشان كده هو لما رجع ورجله في الملعب بالطبيعي ان هو كان الحارس رقم واحد ان هو يرجع يلعب. عواد شفنا اللقطه بتاعته في ماتش الزمالك والمصري وهو بيعنف حسام عبد مجيد. وجهه نظرك ان ممكن الحارس في وقت من الاوقات لازم يعني تبقى دي الطريقه بتاعته، يعني زعلان ان جه جون وكده، فشايف الطريقه دي ازاي؟ انا يعني مش من على فكره دي مش من طبيعه عواد. يعني انا اول مره اشوف عواد بيعمل تصرف زي ده. مش طبيعته ولا شخصيته. لكن ممكن الموقف الماتش ان هم كانوا خسرانين ممكن يطلع من شعوره، لكن انا مش مع تصرف اي حارس مرمى ان هو يمد ايده على اي لعيب في الملعب. خلينا نقول ما يمدش، يعني هو طبعا زقه ونفذت ملعبه، بس انا اقصد ان التوجيه هو زعلان ده مقبول ولا مش مقبول؟ لا مش مقبول طبعا. مش مقبول؟ لا طبعا. انت مش مع الـ لا لا لا. طيب خلينا ناخدك بقى الجزء شويه اللي هو العائلي شويه، لاني انا شايف وجهه نظري ان اي لعيب بيقدر يستمر في سن كبير في الملعب ده بيبقى فيه استقرار اسري بالنسبه له. هل عندك حد هيضيع لنا الوقت جديد ولا الدنيا ايه؟ ادم عندك حد هيضيع لنا وقت جديد ولا طبعا الدنيا؟ الاول طبعا انا بشكر زوجتي طبعا اكيد لان هي كده انا ضمنت ان انت هتروح في سلام الحمد لله. لا والله انا بقول الكلام ده في اي حته. لا ما يعني كده اطمنا عليك يعني شويه الحمد لله. خلينا واضحين يعني لا بجد والله يعني من ساعة ما انا اتجوزتها طبعا او عرفنا بعض طبعا والحمد لله الخير ربنا كبير عليا، فانا طبعا بشكرها وان هي دايما جنبي في الوحش قبل الحلو، دايما بتدعمني. يعني ممكن تبقى في اوقات ما تلاقيش اي حد في الدنيا خالص ممكن يكلمك كلمة كويسة، مش هتلاقي غير زوجتك واخواتك والناس اللي هم حوالين منك. صحيح. خلي بالك انا عايز اقول لك عشان الناس تبقى فاهمه، والله بجد حياه لعيب كره القدم حياه صعبه جدا جدا. يعني في الضغوط اللي انت بتبقى موجود فيها، في 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 في, في وقت الزعل اللي انت بتبقى موجود فيه، في وقت الفرح، يعني مساله صعبه فعلا. أكيد. على اي زوجه ان هي بتكون زوجه لعيب كره قدم بكم الضغوط اللي بيبقى موجود. هو الاصل بقى بيظهر في الوقت ده اللي هي تستحملك بالضغوط دي على الرغم ان هي عندها ضغوطات تانية في البيت وولادنا والكلام ده، لكن هي قادرة تلم الحمد لله البيت بشكل كويس يعني. طيب ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. ادم بقى ادم حارس مرمى في نادي الاتحاد مواليد 2012 وسيف لعيب في نادي سموحه مواليد 2009. موزعهم انت بقى واحد هنا واحد هنا اسكندريه لكن ان شاء الله اشوفهم اشخاص كويسين ان شاء الله. بس حد فيهم موهوب؟ الاثنين الاثنين عندهم الموهبه. بس ليه مطلعهم حارس مرمى؟ لا هو ادم لوحده حارس مرمى طالع لوحده كده، انا ما اخترتلهوش. لا ده سيف لعيب ده كويس لكن ده. الصغير ادم لوحده والله يعني ما جيتش قلت له يلا تعالى امسك وترمي، لا هو من نفسه حابب ولقيته راح في الاتجاه ده فسيبته يعني. في نادي الاتحاد ادم في الاتحاد سيف في سموحه مواليد 2012 انا بتكلم 12 سنه تقريبا شغال ماشي. بشكل كويس ولا انت لا يعني ما تقيموش كمحترف كامكانيات في السن ده لا كويس يعني. انا وانا في سنه كده ما كنتش كده
يعني ما كانش عندي الفطره اللي هي عنده، الامكانيات اللي هي عنده، الموهبه اللي هي عنده في السن ده، لا انا ما كنتش باين قوي كده. هذا ما يحصلك في الملعب؟ يا رب اتمنى والله. هو اللي حصلك ولا انت بتستنى؟ اتمنى هو لا أنا اتمنى اشوف ادم. لا ما نتمنى ان شاء الله اكيد باذن الله ان يبقى حارس كبير ان شاء الله باذن الله ويحقق. كل واحد بيتمنى ان ابنه طبعا يبقى افضل منه من اللي، بس انا اتكلم هيحصلك؟ انا نفسي والله نفسي احصل. طب لو حصلك هيبقى احتياطي ليك ولا انت؟ لا احتياطي. ايه؟ احتياطي. ما يلعبش. شايل. وسيف يجيب فيها جوان بقى. لا تسيب له انت. طيب خلينا نروح لحاجات طبعا تصديات ليك، من الحاجات اللي لان انا دايما بقول والله بجد والله انت من الحراس الموهوبين واللي عندهم ثبات في المستوى. ويمكن يعني مشكله ان في حراس كتير بيبقوا موهوبين بيتظلموا ان هم ما بيلعبوش لانديه كبيره. وانا اعتقد ان انت ما شاء الله ما شاء الله يعني في حراس يعني بسام من الحراس الجيدين. بنتكلم على جنش. جنش طبعا، بس جنش لعب في الزمالك. انا بتكلم على اللي هم بيبقوا اللي هم يمكن بايل شويه. عمل كمان كان من الحراس المميزين. طيب تعال نشوف كده التصديات. طيب دي ماتش المقاولين. ده اتلغى جون. ده اتحسب اوفسايد. عندك وقع واحنا بنتكلم على التصديات كده كانت مع كابتن ابراهيم نور الدين، ايه اللي حصل معاه في ماتش الزمالك؟ لما خلينا ماشي يا مصطفى على طول، ماشي على طول الحالات اللي بعديها. كنا بنلعب الزمالك في برج العرب السنه اللي فاتت. وجت ضربه جزاء لحسام حسن. ايوه صد هايل. مش فاكر مين داس على رجل حسام. ايه في ايه؟ مش عارف كنت عايز اجري. اجري واسيب الاستاد. محمد ابراهيم على فكره ما بيضيعش. واضح انك انت انبساطك. لا بس حلو قوي بصراحه. احنا معانا هي في مكان صعب. عشان معليها. ايوه طبعا. عارف انت كان لازم تروح اللي جاي عليك ده كنت تضربه باليد. واخد خطه فيا. نيدو. دي بردك. دي كانت صعوبتها يا كابتن ان الماتش ده كنا الماتش اللي قبليه خسرين من الجونه. واحنا لما في النادي بنخسر ماتش بتبقى كارثه بالنسبه لنا. كارثه من خصوصا ماتش البلديه. لما بتخسر ماتش ويجي الماتش الثاني اللي وراه ما ينفعش تخسره. فالماتش ده الكره دي واحنا 0-0، الكره دي كانت لو جت كان هيبقى الامور صعبه. أيوه. ده ماتش المصري، الماتش خلص. ايوه والحكم صفر وانها خلاص الفرقتين ماشيين. ايوه رجع الماتش تاني حسب ضربه جزاء علينا. صدتها. كان احمد رفعت اللي شاطها وصدتها. ده كان الكابتن احمد ناجي. ستايل برضه انت. ده كان الماتش خلص واحنا ده كان الماتش خلص. واحنا طالعين. هو الحكم شافني وانا طالع على الخط، نادى عليا قال لي ارجع. انا كنت هطلع فعلا بجد وانا عارف انه ممكن يرجع ضربه جزاء. فبص لي قال لي ارجع انت. بس انا عايز اقول لك انت كان ممكن تطلع ما تجيش. مين؟ انا لو ما شافنيش كنت طلعت، ما كانش هيلاقيني. كان زمانها لسه ما اتلعبتش. بس خلاص هو صفر بعديها. تعادلنا الماتش ده كنا 0-0 وكان البيلين دي لو كانت جت كانوا هيكسبوا. طبعا ما هو انت خلاص يعني انت ال بس هي بيلين فعلا. طبعا هي كانت بيلين. موضوع كابتن ابراهيم نور الدين. الكابتن ابراهيم السنه اللي فاتت لينا ضربه جزاء كان مش فاكر انهي مدافع في ماتش الزمالك داس على رجل حسام حسن. بلانتي صريحه. لكن الفار ما جابهاش، يعني الفار جاب صوره ابيض واسود كده وما جابهاش. المهم جت بين لنادي الزمالك فحسب بيلين، والكرة اصلا كانت رايحه جون، يعني الكرة كانت داخله جون وحسب بيلين. فانا رحت قلت له كويس ان انت حسبتها بيلين، الكرة كانت داخله اصلا جون يعني. والله وجت بيلين والبيلين ضاعت. ده اللي حوار مع كابتن بيلين. طيب قول لي اتكلم في المشاريع ولا ايه؟
لا ما خلاص يا كابتن. ليه خلاص ليه؟ خلاص خلينا نروح اسكندريه، انا لسه هرجع على طريق. ايوه ما ايه علاقه، ايه علاقه الطريق وايه علاقه ازاي؟ اما بنعمه طبيبك فحدث. طب ما تحدث انت وتقول لي حاجه. يا عم انا محدث والله. انا محدث والدنيا طيب. انا محدث والدنيا تمام. طيب ما انا ما اعرفش اهو، انا واحد ما اعرفش، يبقى حدثت فين؟ هقول لك بقى الهوا. وتقول لي انا جوه الهوا؟ ايه؟ وتقول لي انا جوه الهوا؟ لا وانا انا كده كده انا ما عنديش ازمه، انا بقول يعني. طب انا الحمد لله ما عنديش ازمه برضه. طيب الماتشات اللي عندكم، الماتش الجاي بيراميدز ماتش صعب اكيد. اكيد ما فيش ماتش سهل يا كابتن، يعني زي ما بقول لحضرتك انت بتلعب البلديه، بتلعب اي فرقه في الدوري، الماتشات كلها صعبه مع احترامي طبعا لفريق البلديه. طبعا فرقه بيراميدز السنه دي ماشيين بشكل كويس قوي، فريق تقيل جدا، لكن الماتش على ملعبنا وهم كسبونا الماتش اللي فات الدور الاولاني، ما اعتقدش الماتش هيبقى في سهوله زي الماتش اللي فات. طيب. خصوصا انت لعبتهم وشفتهم وعرفت طريقه لعبهم عامله ازاي، الماتش متهيألي بنسبه كبيره هيبقى صعب جدا يعني. اكيد ماتش هيبقى صعب، وان شاء الله كل التوفيق للجميع. شفت انا طيب معاك اهو طول الحلقه، عشان لما اجي اسكندريه بقى المايه الجايه ايه؟ عينيا تكون فاتح عينيا الكافيه، افتح الكافيهات مش الكافيه. خليها كافيه واحد. خليها كافيه. تعالى بقى نلعب شويه كده يعني. عارف هنا والله بجد والله انا 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 شايفك ايه بعد ما اتبطل الكوره ايه في ايه شايفني مالك في ايه؟ لا والله بجد والله يعني انا 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 لو 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 انا عارف ان نظرتك في 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 الناس نظره كويسه. لو هشتغل، لو انا هشتغل انتاج بعد كده انا لازم اخدك تمثل. امثل؟ اه والله. طب ما يلا يا كابتن والله اسيب الكوره من دلوقتي. مين انا؟ انا بقول لك يعني بصراحه يعني كوميديان، انا بقول لاي حد اللي هاني سليمان هيراهن عليه هيكسب. اه هيبقى مشروع ثالث. ايه هيبقى مشروع ثالث. تعالى بقى ناخد شويه كده فقره السيلفي، وبس دي ما فيهاش تضييع وقت. لا دي بسرعه دي. اه عايزينها بسرعه. يلا مصطفى خلينا نشوف كده اول ثلاث صور معاك. مين هتاخد معاه سيلفي من الثلاثة؟ مهندس فرج عامر، حاج محمد مصلحي، استاذ عرفت السادات. اختار واحد؟ اه تختار واحد تاخد معاه سيلفي. لا اختار اثنين. لا واحد. لا طب وترتبهم؟ لا اثنين. ليه تختار اثنين؟ لا لان الاثنين انا على المستوى الشخصي بحبهم جدا، والاثنين اتعاملت معاهم. اه انا التلاتة اتعاملت معاهم، لكن انا بتكلم اللي اثر فيا بشكل كبير او اللي علاقتي بيه كويسه. هو الحاج محمد مصلحي طبعا، والباشمهندس فرج عامر. مين طب نرتبهم؟ والله الاثنين غلاوه واحده ومعزه واحده. بس احنا لازم نختار واحد. الاثنين شخصيات محترمه، ما ينفعش الاثنين قامات كبيره كابتن، ما ينفعش انا اقول ده احسن من ده في اي حاجه. ما يعني الاثنين عندي والله يا كابتن. مهندس فرج عامر الاثنين والله عندي. قاعد بيتفرج عليك دلوقتي. انا بحبه وهو عارف الكلام ده، انا بحبه جدا وبحترمه جدا، وهو شخص على فكره. هتاخد مين؟ انا قلت لك ما تضيعش وقت. دمه اخف بقى مني. بقول لك ايه؟ باشمهندس فرج ده. لا انت هتقول لي انا؟ والله العظيم تقعد معايا يا كابتن احمد شخصيه زي العسل. اه طبعا انا عارف. طبعا انا عارف طبعا. الحاج محمد مسلحي ده بقى ده اللي مربينا، انا ابنه. فالاثنين شخصيات. مين رقم واحد ورقم اثنين؟ والله يعني الاثنين يعني واحد. خلينا والله الاثنين واحد. خلينا اخطا انا طيب؟ ايه ماشي نيابة عنك؟ ماشي. اخد المهندس فرج عامر وانا صالح الحاج محمد مصلح. هات لي المهندس فرج عامر اللي بعده. عصام الحضري وعبد المنصف وعبد الواحد السيد، وخلي بالك وانت بتختار علشان عصام هتلاقيه وقف لك على البوابات. بره؟ ايه؟ على البوابات. مش هيجي هنا. اختار واحد من ناحيه ايه؟ اكيد مش من ناحيه اللحمه يعني. لا لا هتاخد معاه سيلفي. يعني تاخد معاه سيلفي. يعني اختار واحد اخد معاه سيلفي؟ اه ماشي. يعني بالنسبه لك هو يعني بالنسبه لك هو يعني انت هتبقى مبسوط وانت بتاخد معاه. كابتن عبد المنصف. عبد المنصف؟ اشمعنى؟ بحبه يعني، شخصيه لذيذه قوي. شخصية محترمة جدا يعني. عبد المنصف طبعا كابون وكشخصية انا بحبه جدا طبعا يعني. عبد المنصف من الناس المحترمة ومن الاجوان كمان الموهوبة. عبد المنصف يعني كده انت الحضري ناويها ناويها. لا خالص، وكابتن عصام عارف ان انا بحبه على فكرة. طيب. لا مستر كابرال. كابرال مكيدة وبرادلي. مستر برادلي انا رحت معاه منتخب في 2013. لكن لا مستر كابرال طبعا.
كابران. ماشي. مسكنا فترة كويسة قوي في نادي الاتحاد. زعلت انك انت ما رحتش بطولة 2010؟ اه طبعا. كنت انت موجود معانا في المنتخب في 2010. كنا اربع حراس، كان ابو السعود خلص عليك. ابو السعود خلص عليا في الحتة دي. وكان رايح جاي معاك وقاعد معاك. والله كان قاعد فعلا معايا في الاوتيل في نفس الاوضة وراح هو. عمل فلوس كتير. راح اغلى بطولة. راح بطولة الصندوق. لا مش الصندوق. ايوه دي. 2008. لا 2008 دي كانت الصندوق. 8 8 دي بتاعت الامارات. 8 دي بتاعت 10 دي. لا 10 دي بتاعت التلفزيونات. كابتن اسامة، كابتن احمد سليمان، كابتن احمد ناجي. كابتن احمد ناجي. كابتن مع ان انا اتمرنت مع كابتن احمد سليمان طبعا في المنتخب، وكابتن اسامه في نادي الاتحاد، ومرني في سموحه، لكن اللي اثر فيا بشكل كبير كابتن ناجي. في ايه؟ في كل حاجه. سواء تمرين، سواء بره الملعب، جوه الملعب. لا شخصيه. انتوا الاثنين كميتكم تمشي مع بعض. هو دمه خفيف برضه. هو دمه خفيف قوي وروحه حلوه قوي، وشخصيه انا بحبها جدا، ومن احسن مواسمي اللي انا عملتها في حياتي كانت معاه. وفي حاجة مشتركة بينكم انتوا الاثنين. ايه؟ كابتن ناجي بيكتب شعر وانت نفس الحكاية. في انا بكتبه دلوقتي. كابتن احمد ناجي طبعا احلى تحية لي، لان طبعا من الشخصيات اللي انا بحبها جدا جدا. اللي بعده. كوبا وفيتوريا وكروش. انا ما اتمرنتش مع يعني تاخد مع مين من التلاتة؟ مستر كوبر. مستر كوبا انت شايفه ان هو الانجح مع المنتخب؟ مستر كوبا. الاقل راح بينا كاس عالم. طبعا يعني. وكوش عمل برضو عمل نجاحات كويسه، كان مهم ان هو يكمل ومهم ان هو يستمر، انما طبعا يعني اتمنى التوفيق للكابتن حسام. اللي بعده. ديني علقت عندك؟ عبد الله السعيد وعمرو زكي وعماد متعب. ده اخد سيلفي معاهم يعني، ولا الدنيا اتغيرت، ولا انا اختار، ولا يعني ايه؟ مش فاهم يعني هو السؤال ايه في الثلاث صور. وتاخد مع مين من الثلاث سيلفي؟ كابتن متعب. كابتن متعب ليه؟ اكتر واحد جاب فيك اجوان؟ لا هو مش اكتر واحد جاب فيها اجوان، اللي جابوا فيها اجوان كتير قوي. لكن كان بيقلقني. يعني من الفراوده اللي بتقلق. وانا بحبه على المستوى الشخصي جدا. طبعا متعب من الشخصيات المحترمه. عبد الله السعيد جاب فيك كام جول؟ عبد الله؟ مش عارف تعد؟ ما انا بفكر بفتكر. لا عبد الله ممكن يكون جاب فيها مثلا اربعه في اثنين في ماتش واحد. ايوه. وفي بيراميدز جاب فيها ممكن واحد. مين المهاجمين اللي كنت بتعملهم حساب او بتقلق منهم؟ مش لازم اي لعيب بتقلق منه. ابو تريكه كنت بقلق منه قوي. ليه؟ ذكي قوي. طبعا ذكي قوي يعني، حتى في الكور الثابته بتاعته، حتى وهو جوه ال 18 ذكي قوي يعني. مش زي الناس اللي بيوجه، مش بيشوط. مش زي في لعيبه كتير قوي بتخش 18 عشوائيين يعني، ممكن يشوطوا وهم في 6 ياردة. لا هو لعيب ذكي جدا. كنت بقلق منه. عمرو ذكي نفس الكلام. محمد فضل من الناس الفراوده الاقوياء برضك اللي لعبوا قدامي. في بقى في الاواخر مصطفى محمد قبل ما يسافر. ايوه طبعا. من الناس برضك اللي بتشتغل بشكل كويس على الجون. مروان محسن. من الناس الفراوده الكويسه. بس لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله كلهم كنت بتقلق منهم. انت كنت ايوه لازم اعمل حسابهم طبعا، كلهم فراوده محترمين فلازم اعمل حسابهم. اكيد. اللي بعده. يعني عايز اقول لك على حاجه، اصعب سؤال في التلاتة. لا بالعكس. كابتن حسام حسن وكابتن احمد سامي وكابتن العشر. بالعكس بس لا اصل خلي بالك. هنا يعني كابتن العشر تمام يعني. هنا في منتخب ونادي. خلي بالك يعني ايه. في منتخب في نادي. يعني انا لو اخترت المنتخب مش هلعب في النادي، لو اخترت النادي مش راح المنتخب. طب اعمل ايه؟
ان انت تختار الكابتن مش هينفع اختار الكابتن ليه كده؟ مع احترامي طبعا ليه طبعا، لكن يلا طيب قول لي مين؟ كابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي، علاقتك يعني انا شايف العلاقه بينك وبينه لا ده كابتن سامي ده انا بره الكوره خالص، لا من اعز الناس لقلبي كشخصيه طبعا طبعا، بحبه جدا وبحترمه جدا، جوه الكوره بقى بني ادم لا لا طبعا مدرب طبعا مش طبيعي. اكيد طبعا سامي من المدربين الكبار، وهو كمان يعني احنا جيل واحد، اي نعم هو اكبر مني بشويه بس يعني قد ايه؟ حوالي 10 سنين كده يعني حضرتك دلوقتي 60 وسامي ايه 80؟ لا يلا نختار واحد من الست. لا طبعا اكيد سامي من الناس العزيز عليا جدا جدا، واحنا كنا جيل واحد ومن اللعيبه الكبار طبعا. واحد من الست هتختار واحد من الست تاخد مع سامي؟ صعب واحد من الست. يلا واحد، عايزين نخلص عشان احنا خلاص ما عندناش واحد من الست على طول كده. واحد من الست يلا. انا كابتن سامي. كابتن احمد سامي بتفهم؟ لا والله والله العظيم ما ليه علاقه باي حاجه، الست عارفين ان انا بحبه. انا عايز اقول لك على حاجه، انت كده انت كان لازم تاخده هو مانس فاجع عشان كده يبقى ضمنت ان انت خمس سنين. انت بعد السؤال ما خلص كده، طب حطه تاني. طب حط السؤال تاني. لا خلاص هاني، يعني اخر حاجه في حلقتنا احنا عندنا شرط الكابتن، ودي لازم تركز فيها بقى عشان تبقى تمام. هتهديها لمين شرط الكابتن؟ ودي لاي حد في حياتك، يعني الموضوع ما يقتصرش على لعيب ولا مدرب، اي حد اهم حد في حياتك بتهدي له شرط الكابتن. ركز خلي بالك. هيظهر حاجه؟ ايه هيظهر حاجه ولا اي حاجه؟ انت بتهديها له بس او بتهديها لها بس او كلام او بتوجه للكاميرا كده شرط الكابتن ابويا. ابوك؟ ابويا الله يرحمه. هو صاحب الفضل عليا في كل اللي انا فيه، رحمه الله عليه. ما سابنيش من وانا صغير لحد اخر يوم ما مات فيه ربنا. هو ده الوحيد اللي ليه فضل بعد ربنا في حياتي كلها، هو ابويا. ربنا يرحمه ويرحم جميع امواتنا. امين يا رب. انا اتبسطت معاك جدا جدا جدا، و تكون انت كمان اتبسطت في الحلقه. انا اسعد حلقه ليا النهارده والله، طلعت كتير في برامج كتير والله، ما نفاء، لكن فعلا والله انا مبسوط جدا بالحلقه دي. هاني انا بشكرك جدا جدا يعني طبعا، وسعدت بيك، وكل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله، وتحقق كل اللي نفسك فيه، وان شاء الله تشوف اولادك احسن منك بمشيئه الرحمن، وربنا يوفقهم ان شاء الله وتسعد بيهم. دي كانت نهايه حلقتنا مع الهاني سليمان، ويمكن طبعا نادي الزمالك يمكن اعلن من شويه كده طبعا من بعض الكواليس ان نادي الزمالك هيبدا يتقدم بشكوى للاتحاد الدولي، وبيجهز ملف علشان طبعا الاحداث. نتمنى الامور تهدى، ونتمنى ان نعيد نشتغل تاني بشكل كويس، ونبدا نفكر في اللي جاي، لان اللي فات خلاص نبدا نفكر ان شاء الله باذن الله فيما هو قادم، وان شاء الله يبقى فيه هدوء لكره القدم المصريه. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. تصبحوا على ألف خير.